هزيمة قاسية للنادي الأهلي أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين تصعب من موقفه في دور المجموعات، ولكننا ما زلنا متمسكين بالعمل. كابتن شريف، هزيمة ثقيلة جدا للنادي الأهلي. هي مباراة كانت واضحة من بدايتها. أنت لعبت بسيناريو تاني خالص، ما يدون استميت القوة بتاعت فرقة صن داونز اللي احنا اتكلمنا عنه، ما قدرتش الشكل اللي كان موجود في مصر هنا. وانا قلت لك في وسط قبل المباراه كنا بنتكلم على لاعبي صن داونز، وقلت لك لا، دول مضيعين اربع انفرادات هنا، يعني الناس بتعرف تمسك كوره، بتتحرك لعيبه لبعضها، هما كفتين جامدين الاهلي وصن داونز، ولكن الظروف الاهلي هي ابعد بكتير قوي النهارده ان هو يحقق فوز كان خارج ملعبه في هذا الملعب بتاع صن داونز. انت اتكلمنا قبل البتاع، انت لازم كان يبقى عندك اشياء كتير وسيناريوهات كتير تواكب هذا الشكل، يعني لغايه اخر لحظه انت نص ملعبك مش عارف تظبط التمركز بتاعه الدفاعي. دي فرقه ما ينفعش تسيبها تستلم براحتها او يلعبوا عليك كوره، لان هم اسرع بكتير قوي. اللاعب بيمسك الكوره وهو مغمض، بنسميه بلايند كده، عارف ان اللعيب التاني هيتحرك له، بيلعبها لمسه واحده، عارف ان في الجون الخامس اللي داخل الاخراني الراجل بيلعب الكره، والكره وهو جاي عارف ان الراجل تاني هياخد السبرنت السريع. حاجات كتير قوي فنيات في الكوره. انت لعيبتك شكلها النهارده مرهف، يعني لعيبه بيقولوا الماتش بتاع المقاولين العرب لاعب لعيبه كتير قوي، كان لازم تستريح عشان مباراه زي بتاعه النهارده دي. منهم علي معلوم مثلا او محمد هاني او اي حد كان موجود، محمد عبد المنعم، يعني انت عندك صف تاني، حمدي فتحي، عندك صف تاني انت تقدر كنت تلعب فيه مباريات الدوري. ف النهارده عموما واجماليا كده الشكل الطبيعي اللي حصل ده، انت اديت الفرصه لفرقه تلعب على لا لحظه واحده، معلش يا كابتن، في معلش لحظه واحده، الشكل الطبيعي ايه؟ احنا قبل المباراه ما كناش متوقعين كده، مش الشكل الطبيعي. لا لا انا في اخطاء في الملعب. لا بس عشان ما تقولش قبل المباراه. أيوة. انا قبل المباراه وقفت انا وسامه، سيبك من طريقه 4 2 3 1 و 4 3 3 ماشي. انا وقفت قبل المباراه قلت الشكل ده ما ينفعش مع فرقه زي دي على ملعبها، انت لازم تعمل تمركز، وقلنا على مروان عطيه ما قلناش حاجه، لازم تلعب بستاره في نص الملعب تريح فيها دفاعاتك والناس اللي هتساعدك من الهجوم وانت بتلعب، وتلعب على كونتر اتاك وانت جاي. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا مش مساله ان احنا بنفهم اكتر، ولا هو ايده في النار هناك واحنا ايدينا في الميه، ولكن هي رؤيه، انما احنا ما قلناش ان احنا بهذا الشكل بعد التشكيل ده اللي قلنا فيه ده، قلنا جود لك صح، قلنا لما تجيلك فرصه حاول انك انت تبقى عندك سبكه تهديف. لا عندك سبكه تهديف ولا كان عندك فرصه كويس، ولا كنت موجود كل الالعاب المشتركه بتاعتهم، هم اللي عندهم النزعه من اول ثانيه، بيلعبوا في وسط جماهيرهم وملعبهم محافظين كل حاجه في الملعب، وعندهم السرعات وبيتحركوا لبعض كل الخطوط، حتى نسبه التمريرات المقطوعه من هنا يعني كم كبير جدا من التمريرات المقطوعه. ايمن الماتش حمل تقيل عليك قوي، لدرجه حتى التوفيق معاهم، لدرجه ان الشوطه اللي بتتشاط بتروح كويس. من امتى احنا بتشاط علينا والكره بتخش؟ نوادر في السنه مره او اتنين لو جت شوطه. موفقين عشان كويسين، عشان هم المستحوذين. ده اللي انا بقوله، دول يعني خلاص نول ناس بيعملوا في فنون الاتاكينج وفنون الاستحواذ كل شيء، وعندهم ثقه في نفسهم جامده جدا. الراجل بيعمل نفسه هيشوط ويروح مرقص واحده والثانيه، ويلعب للراجل الثاني يروح عاملها له بكعبه لورا. فرقه جيده واحنا متكلمين عنها كويس قوي، ولا ما انا قلت لك دول برازيل افريقيا، وبنستعجب ان احنا ما بنشوفهمش بعد كده في الادوار اللي بعد كده. بس احنا النادي الاهلي، انا معاك، انت بتتكلم في ايه يوم؟ سبب الظهور؟ احنا نقدر نطلع نقول كده باد داي، يوم سيء كويس، لو انت هتجيب سيره الاهلي او هتجيب سيره الاسماء، ده يوم سيء، يوم سيء مش في النتيجه بس. انت ايه العلامات اللي انت النهارده كنت تقدر تكسب بيها غير الكورتين بتاعت كهربا اللي ضيعها في الاخر والكره اللي جت في العارضه؟ ما دول وعلى ايه؟ فترات متباعده في المباراه ومع تغييرات معينه كان لازم تبقى موجوده في الملعب، مع لعيبه لازم انت بتعتمد عليها وموجوده عندك اسماء احسن من لعيبه تانية كتير قوي تقدر تنزل وتادي، ولو بربع اداء في كواليتي زي ما هم عندهم كواليتي تاني،
انت قربت شويه منهم في الشوط الثاني، وكان انت مش كنت قاعد جنبي بتقولي شكلنا مش وحش الشوط الثاني؟ ليه شكلك ما بقى كويس الشوط الثاني؟ ايه اللي خلى شكلك كويس؟ مع اني متحفظ برضو ان مروان عطيه ده كان لازم ينزل يعمل ايقاع في نص الملعب للناس اللي تهلكت، اذا كان حمدي ولا ديانج ده لازم يعمل لهم ايقاع كان يربط المثلث ده. مش قادرين ان اللعيبه تروح وترجع. مش مشكله مروان يا كابتن شريف، مش قصدي، لا اصل دلوقتي انا حسيت ان مروان هو سبب اللي احنا حصلنا. لا 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 مش سبب، لا طبعا، لا انا بتكلم في سيستم معين، انا من الاول ابتدي صح، ابتدي صح وابني صح، وبعد كده نتحاسب نشوف ايه الدنيا كانت هتمشي. لا انا ابتديش، لا عارف انا بلعب مهاجم ولا بلعب مدافع نفس الوقت، وده اللي انا وقفته في اخر كلمتين قلت لك قبل المباراه، وقفت قلت لك لا انت الموضوع ده لازم تعمل الستار، نلعب ثلاثه في نص الملعب في المباريات الخارجيه دي، ولما تروح تلعب في الكاميرون لازم تلعب برده، لو هتلعب 4 2 3 1 وتفتكر ان فرقه الكاميرون اي فرقه على ارضها بتبقى شيء ثاني، وسط جماهيرها بتبقى شيء ثاني، اهي بتحاول تروح تجيب جول، لو جابت او اهلا وسهلا. فرقه الكاميرون دي ما عندهاش حاجه تبكي عليها، اللي انت هتروح تلعبها دي دخل فيها جون وانت كسبتها اهلا وسهلا، مش هيقول لك لا، ما انت رايح بنفسيه كمان منهكه بسفر بتاع بلعيبه نفسيا واقعه و بدنيا، انت بدنيا مش موجود كمان، انت هلكان، انت بتخلص عليك من هنا لغايه هناك لغايه لما هتسافر بعد كده تروح، انت احنا خلاص انسى المباراه دي، انت بتتشبث بالامل دلوقتي ان الفرقه دي تلعب نص لعبها مع الهلال السوداني يكسبوهم 4-5. لا لا حتى لو تعادلوا، حتى لو تعادلوا لازم تكسب، بقول لك يكسبوا يكسبوا اي حد الفرقه دي، الفرقه دي لازم اشوفها، دي فرقه بطوله، الفرقه دي لازم اشوفها في النهائي، مش انت دلوقتي عايز تبقى كواليفايد ولا مش كواليفايد، وده حصل السيناريو ده قبل كده ولا ناسي؟ لا انا دلوقتي عايز نفس الشكل حصل مع المريخ، هم اللي عملوا لك وكسبوا دخلوني. ودخلوك انت بالمباراه بتاعت المريخ الاخرانيه اللي انت كسبتها هناك، فلازم الشكل اليوم ده كله كده على بعضه يقعد مدير فني مع الطقم بتاعه يدرسه، ده شكل بعيد خالص عن، انا ما اتكلمش على اي لعيب النهارده، لان اللعيبه كلها انا النهارده هتكلم عن الاول بيرستاو بس فقط اللي هو المتمرس في الملعب ده وعارف الملعب ده ولعب النهارده الحقيقه بحريه وطلع واقف على رجليه النهارده، والاكسجين بتاع المكان ده هو متعود عليه من المكان ده، هو ده بس العلامه اللي كانت عندي، انما الباقي كله لازم كله يتقعد معاه النهارده كجهاز فني يقعدوا يتكلموا مع بعض ويدرسوا كواليتي اللعيبه اللي انت هتخوض بيهم الشكل اللي جاي. يعني ما تكلمنيش تقول لي اصل انا بلعب دوري وبلعب افريقيا وبلعب، انت بقيت دلوقتي بتلعب مباراه مباراه، يبقى من حيث انك بتلعب مباراه مباراه تدرس كل اللعيبه اللي هتدي لك الفتره الجايه بعيد عن الاسماء، تدرس كل واحد قادر عنده امكانيه يدي لك الفتره اللي جايه بس، شكرا وهارد لك يعني. ما لا هارد لك النتيجه، لا بعترض الهارد لك يا جماعه، نتيجه اسمها هارد لك في الكوره يا جماعه، هارد لك للفريق لاعب، لا ما خلص كده بقى، هارد لك للفريق لاعب وضيع اهدافه كده، بلاش هارد لك دي، انت قلت يوم حزين في النادي للنادي الاهلي اي حاجه، لكن النهارده لك ده ما تقلش بعد ماتش النهارده معاك، اتفضل. نتيجه كبيره ما توقعناش ولا توقعها احد قبل المباراه، ولا اكتر متفائلين بصن داونز نفسهم توقع انك تكسب الاهلي 5-2 للاسباب بهذا الشكل من وجهه نظرك يعني الاسباب؟ ما هو من وجهه نظري في اسباب مرفوضه انا ما بحب، ما خلاص موضوع مثلا الجو مرفوض، ما فيش حد يقول لي الجو لا مرفوض، الاجهاد ماشي، انت فترة كنت مجهد بس انت اللي اجهدت نفسك كان بايدك، وسهل جدا تريح اللعيبه اللي انت معتمد عليها في افريقيا، قلنا الكلام ده في استوديوهين قبل كده كلنا اجمعنا بالكلام ده، فما تجيش تقول لي ان انا لعبت مجهد، ما ينفعش اقول الكلمه دي لان انت كان بايدك تريح، معلش يعني مع احترامي الكامل، انت باصص لبطوله الدوري العام اللي انت واخدها، افتح دوري بالنادي الاهلي هتلاقي بطوله الدوري العام دي مش هتفتح ده، وسايب اهم بطوله المفروض وتركيزك كده فيها اعلى من كده وموقفك صعب، فانا ما ينفعش كل سنه اعتمد ان انا دايما موقفي صعب وبعدين ده انا بكسب وبكسب بطوله، جميل بس ما هو انا ليه دايما عايش على الماضي على الماضي؟ ما صحح، ليه اقول ما انا عايش نفس الموقف ليه؟ طب وعيش نفس الموقف ليه؟ هو ده السؤال، ليه عايش نفس الموقف؟ يعني اقرب من مرات المقاولين طلبت يتاجل قالوا لا، طب خلاص انت فرق في الدوري كام يا اما بينك وبين اقرب فريق؟ ده مش المنافس التقليدي بتاعك، مش الزمالك كمان، بينك وبين اقرب فريق، الزمالك هو متمرس معاك دايما ودايما بتبقى انتوا اتنين بتتنافسوا. مع الاحترام للفرق كلها مفيش فريق هيبقى نفس طويل معاك في الدوري غير الزمالك، وانت فارق عنه كتير جدا في بطوله الدوري، انت شبعان منها، شبعان من بطوله الدوري العام، ما بقولش انك هتتفرط فيها.
لكن تقدر تكسبها. فرق نقاط كتير جدا وعندك مباريات مؤجله وانت ماشي كويس قوي في الدوري العام. يبقى بتكلم على حاجات من اسباب الهزيمه اللي حصل قبل المباراه. مش اسباب هزيمه، اسباب اللي انت عملتها. دي من اسباب اللي انت صنعتها بايدك. مش اسباب النهارده. انت اللي صنعت النهارده كده. وبعدين هتقول ما احنا مجهدين، لا لعيبتك متعود على فكره يا ايمن. لعيبه النادي الاهلي متعوده على المواقف دي، وطول عمرهم بيعدوا المواقف دي، ولاعيب النادي الاهلي عارف ان هو من مباراه لمباراه لسفر لسفر وبيعد كده تماما. من زمان جدا على الكلام ده، فمش عايز الشماعات تتعمل من بدري. دي شماعه مرفوضه. انت متع خلاص، انت لعيب النادي الاهلي متعود على كده. لكن هو الذكاء ان انا ازاي الناس المهمه عندي اريح، مش هيحصل حاجه. انا كان عندي اخسر ماتش المقاولين واتعادل النهارده واكسب النهارده. ايه ماتش دوري المقاولين ده؟ ايه ماتش في الدوري؟ مع السلامه. ما انا تعادلت مع الداخليه، ايه اللي حصل؟ عادي، هقدر اعوض، هقدر لسه في دور تاني طويل جدا، وانت الاحسن في كل الفرقه دي. ايه كنت خسرت المقاولين، كنت لعبت ريحت نص فرقتي دي، وما كنتش هخسر المقاولين كمان، لان متاكد اللعيبه اللي هتلعب هتبقى لعيبه خايفه على النادي الاهلي، بتغير على النادي الاهلي، عارفه ان النادي الاهلي ده اسم تقيل قوي، ومفيش حد يعني مش اي حد مؤهل يخش النادي الاهلي، مش اي حد مؤهل يلبس تيشيرت النادي الاهلي. في ايه؟ ابعد إيه؟ مع السلامه المولي. ايه خسرت 3 نقاط هتعوضها، لكن في سبيل ان انا هريح 6 7 لعيبه مهمين عندي النهارده، يا دوب بس يسافروا ويبداوا يحضروا للمهمه الصعبه النهارده. دي خطا كبير جدا حصل. ناس تقبل مني ما تقبلش، انا بقول وجهه نظري جايز تبقى غلط، لكن انا شايف كده. شايف دايما في حاجه الاهم، الاهم كانت ايه؟ سان داونز. الكلام ده كنت اقول لك امتى يا ايمن؟ لو انت كسبت سان داونز هنا في مصر كان هقول لك ما عنديش مشكله العب المقاولين واكسبه، حتى هناك ايه اللي هيحصل؟ انا لسه عندي اختيارات. انت لسه بتقول وقتي؟ انت مصيرك في ايدك؟ لا. طيب قول لي بقى الحسبه اللي انت ممكن توصل بيها. الحسبه اللي انا ممكن اوصل بيها لغايه دلوقتي، قول ان الهلال وسان داونز، الهلال ما يكسبش الماتش كويس، تعادل هيخلي الهلال 10 نقط او هزيمه او يعني سان داونز معاك يعني انا بقول لك لو يعني سان داونز يريحنا لو كسب الهلال في الهلال كويس، وانت تكسب القطن الكاميروني هناك والهلال هنا كويس، يبقى انت 10 الهلال فرق لازم على الاقل هدفين طيب كويس قوي، يعني انت مصيرك بسان داونز وانت سان داونز هيساعدك كنادي اهلي. هل انت خليك انت مدرب سان داونز والاهلي عايزك انت اللي تساعده؟ لا مش عايز اساعده بس انا كمان يعني لو اي مدير فني محترم وفرقه ثقيله مش هسيب الماتش يعني. مش هسيب الماتش هطلع تعادل مش هسيب الماتش مش هسيب انا عايز الماتش يطلع تعادل خلي الاهلي يكسبنا لا كوره ايه هو انتوا ليه بتطالبوا بلا ليه لا انت ليه بتطالب فرقه ثانيه تلعب لا لا مش العدلي ما هو ده اللي انت الوضع الطبيعي لا الوضع الطبيعي غير كده خالص الطبيعي ما تبقاش انت هنا الطبيعي ما تغيرش 5-2 نادي الاهلي غير 5-2 طول ده مش طبيعي اساسا ده مش طبيعي اللي حصل النهارده مش طبيعي بس انت حاطط نفسك في الموقف ده لا سان داونز ما هيموش ماتش الهلال هلعب بالناشئين مش عايز الماتش خالص كوره 90 دقيقه تقدر تتحكم فيها ايمن مش هتقدر تراقبه يقول لك دي ظروف ماتش هو النهارده في حد مدرب سان داونز في حد في العالم في حد في افريقيا ولا متابع النادي الاهلي يقول النهارده الاهلي جاب 5-2 اتغير 5-2 طيب هيقول لك ايه يعني الهلال كسبني هو اهم حاجه عنده ما يشوفش النادي الاهلي في البطوله مش هو بس كل فرق المجموعات دي مش عايزين النادي الاهلي في بطوله افريقيا بس فمش هيساعدك عشان تطلع ايمن لان هو عارف النادي الاهلي اول ما بيعدي المرحله الصعبه دي لا 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 خلاص انا في النهائي يفوز بيها يا اما يحصل زي السنه اللي فاتت لكن بفوز بيها عشان كده مفيش حد هيساعدك يا ايمن احنا من قبل المباراه تقريبا كنا نفس كده وتقريبا كان بلال معانا بنتكلم على مباراه المقاولين واحنا لازم نساعد نفسنا ومفيش حد هيساعدك والناس كلها عايزه النادي الاهلي ما يكملش في بطوله افريقيا. يعني احنا عارفين والناس اللي في الشارع عارفه والناس اللي جوه اللي ماسكين الموضوع نفسه مش عارفين؟ اكيد عارفين. يعني انت شايف ان انت سان داونز هيلعب مع الهلال ويخسر للهلال؟ ما يخسر. يعني ايه ما يخسر؟ هقول لك حاجه لا روح اتخانق معاهم. اتخانق معاهم يعني ايه؟ يعني ايه اتخانق معاهم مش فاهم؟ انت انا مش فاهمك انت لا انا مش فاهم انا يعني انت هيلعب مباراه عاديه زي اللي لعبها قدامك ليه بالامكانيات دي قدام الامكانيات دي انت بتفرض حاجه في سمعتك ليه؟ هقول لك انا مالي انا؟ استنى انا ماليش دعوه زي ما تطلع النتيجه هناك انت وانت عايز تتحكم في ماتشين انت بعيد عنهم انا مش بتحكم يا حبيبي هو بيقول لك ان سان داونز انا مالي انا يكسبهم يتعادل معاهم انا ماليش دعوه مش هتسيب انا اكسب الماتش اللي عندي ما عزمش الامور اكسب الماتش اللي عندي واكسب الهلال
واللي يحصل يحصل بعد كده. فيها كل حاجه. ايمن سان داونز ما كانش وصل لو كانت عادل النهارده. سان داونز حتى لو اتغلب من الهلال هيكسب القطن الكاميروني عنده 3 4 5. ماشي انت بتتكلم على احنا بنتكلم على كوره انا عارف. هي الموضوع بقى بين النادي الاهلي والهلال السوداني يعني حد فيهم. لا لكن سان داونز هو الامور الامور مش في ايدك. ايوه الامور في سان داونز خلاص. بس انت بتقول انت بتقول سان داونز مش ضامن. ما قلتش مش ضامن. انت بتقول مش ضامن. ما بقول لك مش ضامن. هو سان داونز عنده دلوقتي 10 نقط كويس رايح للهلال السوداني. لا عنده كام نقطه؟ وهو عنده 9 نقط. الهلال 9 والسان داونز 10. وعنده 9 نقط والهلال جاي لك انت هنا. ماشي. وبعد كده عنده القطن الكاميروني. كسب القطن ايمن من قبل الماتش ما يبتدي. هو انا بقول لك هو كسب القطن خلاص. سان داونز عنده 13 بونت. ما تحسبوش انه لسه رايح الهلال. لا كده ضمن الصعود. هو ضمن الصعود. سان داونز ضمن الصعود بعد الهزيمه النهارده. هي كل المشكله ان احنا نتمنى ان الماتش يتلعب كويس ويحصل نتيجه. ان هو الكابتن علاء ميوب بيقول لك لا ما تضمنش طبعا. لا تضمن انت. تتمنى انت تضمن. لا ما تضمنش. فرصه جت الناس عايزه تقص النادي الاهلي هيسيبها لك؟ الله اعلم. ما اقدرش تلومه. ما اقدرش. لا في فرق بتلعب في ناس بتكلموا يا جماعه. لا هو الراجل احنا بنتكلم ككره وكفريق. ككره وكفريق وفي ناس بتفكر. الناس كلها مش عايزاك في البطوله. انتوا احنا ليه بنناقض نفسنا؟ مش بنناقض نفسنا. انا الوضع الطبيعي انا كمدير فني محترم وفريق محترم مش هسيب الماتش. ليه 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 الوضع الطبيعي ده الوضع الطبيعي. ليه كلمه محترم؟ لا طبعا. هو في محترم في الكوره؟ ما فيش ناس بتسيب مصاري في الكوره؟ ولا هنطالبه بالاحترام دلوقتي وانت ما احترمهمش اللي كسبتهم النهارده؟ ليه ما احترمتش الفرقه دي وريحت فرقتك وكسبتها النهارده؟ لما بنتكلم في الاحترام. هو انت تقدر تقول ان سان داونز ممكن يلعب مباراه الهلال مش بالقوه بالظبط. مش هيلعبوا القوه دي. ممكن يريح لاعبين كتير. طبيعي. انا صعدت. انا وصلت. طبيعي يا انا بقى الاول مثلا. طب ما انا ممكن افكر عاوز اخد الاول عشان ابعد عشان العب الماتش الاولاني على ملعبي الماتش الثاني سوري على ملعبي والماتش الاولاني بره. أي. انت عارف لما بتكسب ممكن في قبل النهائي والدور الثمانيه ممكن تلعب على ملعبك لما بتطلع اول الماتش الثاني. فانت محتاج كلها حسبه. هو عموما سان داونز ضمن الصعود خلاص. بص آه مش عايزين سان داونز دخل. ما مش عايزين نبعد عن مش عايزين نبعد عن عن الصعود والهبوط والكلام ده. بنتكلم على ماتش النهارده. كويس. احنا دلوقتي اتكلمنا على في اجهاد صح؟ اجهاد وانت اللي عملته. طيب اللعيبه اللي مش مجهده ده اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ هل نفسيا انت داخل المباراه صح؟ انت مقدر فريق قدامك نفسيا مقدر كويس؟ هل لعبته صح بالطريقه اللي تناسبه؟ هل بذلت المجهود اللي يديك المباراه النهارده حتى لو تعادل؟ لا. كل الحاجات دي لا. مفيش حد يقول له اللي عايز يقول له اه يقول لي اه احنا جرينا اكتر منهم، احنا كان استحواذنا اكتر منهم، احنا كان فرصنا اكتر منهم بس هم موفقين. كلمه توفيق دي لما اروح للجول مره في الماتش اجيبها جول. انما كلمه توفيق دي النهارده هو مش موفق، هو النهارده بيلعبك عادي جدا. راح للجول بتاع خمسه جاب 5 اهداف غير الفرص اللي ضاعت منك، غير الفتره اللي هو اتدلع فيها شويه بدايه الشوط الثاني انت ابتديت لحد ما شكلك احسن وهدف بيرسيتاو خلاص قربك. بس قربك كنتيجه بس كاداء في الملعب مش انت مش قادر تجاريه ايمن. لان انت عامل حاجه غلط. انت بتلعبه غلط. فريق زي ده ما يتلعبش بالشكل ده. فريق زي ده ما يتلعبش بطول الملعب بالمساحات الموجوده في الملعب. استحاله. حتى لو في مروان عطيه ماشي هيبقوا ثلاثه بس هي الموضوع مش موضوع ثلاثة ولا أربعة. التنفيذ التنفيذ نفسه والشكل إيه بتاعك. ما أنا ممكن أبقى 9 لعيبة في الملعب وبلعب 10 بس بعرف أقفل كويس قوي مش مخليك شايف الجول. هي دي فلسفة الفرقة الكبيرة. إن أنا هدافع أنا هقبل أن أدافع بس مش هتجيب فيها جول. هو ده الصح. دي كرة القدم. أنا عايز مباراة. أنا مش عايز ألعب طول الجيم مفتوح كده. طول الجيم أنا بلعب من 18 ل 18 ومساحات هنا ومساحات على فكره ده الفريقين بيلعبوا كده. اه لا بس دي طريقه لعبهم. ايوه انت مالكش انت توقعت قبل الماتش ان هو هيلعب بنفس الاسلوب بالظبط. لان هو فكره كده. والجول جه كده. الجول قلت لك انا هيضغط ضغط قريب لجول جاب جول. لا الجول انت جبته. هو فكر الكولر كده مش هغيره. لكن ماليش دعوه فكر غلط او صح. دي هو اللي هتحاسب عليها مش انا. انا بتكلم ممكن يبقى فكره غلط لكن التوزيع نفسها في الملعب يا ايمن. يا جماعة احنا عندنا مشكلة في فريق النادي الأهلي. مفيش حد بيتكلم في الملعب. مفيش حد بيتكلم. لازم حد يتكلم. حتى ما يجي فيك هدف لازم تلاقي حد كده مولع الملعب. يلا هو دي الروح. روح لعيبة النادي الأهلي.
مش هستنى حد يتكلمني من بره. واضح ان كولر ما بيتكلمش من بره، من يوم ما جه كولر ما بيتكلمش. يعني مدربين قليلين جدا اللي بيوجهش بره، دي طبيعته ماليش دعوه بيها، ما اقدرش الومه عليها. لكن في الملعب لما باص غلط والتاني والتالت واحد يروح كده ذكر واقف في الملعب نهدى ونزعق، ما تعودنا بالكلام ده. لا لما جداً. تبقى في ثغره في الملعب واضحه جدا، لما يبقى في ثغره واضحه جدا، انت خدت بالك انت كنت بتكلمني على مروان، لما بقى في ثغره عندي انا والكره الثانيه اللي هي قدام 18 بتاعي مفيش اي حد خالص والناس ما بتقابلش، وانت واقف بره والناس ما بتقابلش دي. طب ماشي انا معاك اني الناس يعني استنى عاد اني الجول الاول ما تقعدش قدام ايش قبل الراجل يشوط، هي دي محتاجه حد في نص الملعب. والجول الرأي الجول الثالث ده سيستم من قبل ما نلعب احنا سيستم كلنا. ده غلط اسمها غلط ده سيستم اللي احنا متفقين ثانيه واحده اسامه، احنا متفقين ان كله فيه غلط، معالجه اخطاء دفاعيه احنا متفقين، انما في من الاول انا ها بساعد فرقتي، انت فهمت انا قصدي؟ وبعدين الحوار اللي احنا بنتكلم عنه بتاع هلال ومساعده وده يكسب وده يخسر، لما نكسب احنا الكاميرون ان شاء الله نبقى لنا قاعده ثانيه خدت بالك تتكلم في الاحتمالات، فبعد مباراه الكاميرون باذن الله نبقى نشوف الاحتمالات ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. ايمن في اسباب كتيره، انا متفق مع الكباتن وكابتن علاء لما قال لك انت ارهقت نفسك. واحنا كلنا لو تفتكر ماتش القطن الكاميروني لما لعب علي معلول 90 دقيقه، انا قلت لك علي معلول 99% مش هيلعب ماتش المقاولين العرب، قلت لك لان ماتش سبت ثلاث سبت مظبوط كلنا توقعنا كده، وقلت لك مش علي معلول بس، وقلت لك ايه انت في لو انا فاكر كويس قوي، انا قلت لك في مهم وفي الاهم مظبوط، قلت لك في المرحله دي الاهم ماتش سان داونز مش ماتش المقاولين العرب، لانه احنا فارقين فرق كويس في الدوري العام، وايضا النادي الاهلي لو غير بعض اللعيبه يقدر يكسب المقاولين العرب. ثالثا الثلاث منافسين ليك اللي هم فيوتشر وبيراميدز والزمالك، والطبيعي ان الزمالك اقرب منافس ليك في كل السنين اللي فاتوا، بيخسروا وهيخسروا. فقلت لك انا بالنسبه لي ماتش المقاولين ليس له الاهميه القصوى، فتعالى المره الوحيده اللي احنا ثلاث ماتشات ورا بعض تقريبا ثبتنا 90% او 95% من الفرقه، محمد هاني، ياسر، عبد المنعم، معلول، حتى هاني النهارده النهارده واضحه جدا 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 ان هاني كميه جريه وحيويته مش موجوده، تعبان، باين انه تعبان، باين على علي معلول جدا انه تعبان، مش قادر يطلع بنفس القوه، مش قادر يدافع، مش عارف يغطي مطلق يعني. ونفس الشيء هاني، ادي اتنين لعبوا ماتش القطن والمقاولين تقريبا 90 دقيقه الماتشين تقريبا، يعني ممكن يكون انا غير في اخر 10 دقايق ولا حاجه مش فاكر، بس يعني تقريبا لعبوا الماتشين. نفس الشيء حمدي فتحي، نفس الشيء مع بقى حاجات تانية هتكلم عليها في الاداء، لكن نفس الشيء القندوسي وطاهر والى حد ما بيرسي، بس انا بتكلم على برضو نفس الشيء تقريبا الفرقه لعبت معظم الوقت. فانا قلت لك ماتش المقاولين، فدي نقطه انا عارف انه ممكن تقول ايه مش ذات اهميه، لا ممكن كانوا يبقوا مريحين ونتغلب النهارده، ممكن انا بقول لك ممكن، بس انا بقول لك انك انت زي ما الكابتن شريف بيقول ايه مساعده الفريق انه يبقى في الحاله الطبيعيه بتاعته، او على الاقل الناس ما تبقاش تعبانه مرهقه مظبوط. بين لو عدت الماتش 10 مرات شوف حركه علي معلول وهاني، شوف حركه القندوسي، وانا قلت لك ماتش القطن عمله كويس، جاب جون وعمل جون، بس الحركه والحيويه لسه ما جه. ماتش المقاولين بعديه بثلاث ايام لعب تقريبا 70 دقيقه ونزل مكانه قفشه، ما كانش ظاهر خالص، حركته باينه انه مش يعني. فطبيعه الحال لما اجي هلعب ثالث ماتش وفي سفر هبقى فيه ارهاق. يعني انت دلوقتي عملت حاجه في المباراه، يبقى دي اول حاجه ارهاق واضحه في كذا لاعب. على فكره انا عارف ان في ناس ممكن تقول لي لا انا ابصم بالعشره ان في ارهاق في بعض اللاعبين النهارده، واضحه جدا. الحاجه الثانيه الاسلوب والطريقه اللي انت تلعب بفرقه زي دي
عندها التلت الاخير بيلعبوا فيه، وكلنا قلنا الكلام ده بتمكن وعندهم ثقه في نفسهم جوه ال 18 وبيعرفوا ينقلوا مع بعض، لابد رقم واحد ان تقفل مساحات الملعب عليهم. لان انا يمكن قلت لك يا ايمن، انت ماتش بايرن ميونخ، ريال مدريد، ماتش فلامينجو، ماتش المقاولين، ماتش الداخليه، ماتش سيبك من القطن الكاميروني، هنا كانت لازم تضغط بالشده والكلام ده. مش كل ماتش هتروح تضغط من قدام، خاصه لو انت بدنيا مش 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 جاهز قوي، هيتفتح عليك مساحات ورا. انت النهارده لا عرفت تعمل دي، يعني لو انت لا انت ضغطت الضغط اللي هو باستثناء الكره اللي هي اتقطعت، وقلنا ان هم بيغلطوا كتير قوي، هم فرقه جيده وانا ما زلت على رايي ومش هغيره برغم النتيجه 5، فرقه جيده ولكن اخطائهم كتيره جدا. والدليل ان النهارده انت مش في احسن حالاتك، جبت جونين في ملعبه وجايب كره في العارضه، وكهربا الكره الاخيره اللي عدت قدامه لو لمسها كده جون، وهم نفسهم بعد لما النتيجه قربت كانت ممكن جدا لو في الاهلي في الحاله الطبيعيه بتاعته. إن هنا في مصر النادي الاهلي الشوط الاولاني كان وحش جدا، كان وحش جدا، كان حالته وحشه جدا، وكنا مغلوبين. الشوط الثاني نزلته جبت ضربه جزاء، وبعديها بخمس دقائق جبت جون، بعديها ب10 دقائق ولا ربع ساعه جبت جون. بس لولا الخطا اللي حصل في الاخر ده لا يمنع ان هم فريق جيد. بس انا عايز اقول تاني وتالت ورابع، الخطا كان ناتج عن ايه يا اسامه؟ انت ايه الخطا كان ناتج عن ايه؟ ما انا بقول لك اهو. لا الخطا اللي كان ناتج عن ايه في الجول الثاني اللي جه فينا هنا؟ اخطاء في انا مش فاكر الجول ده كان عمق، العمق الدفاعي كان عمق، كنت انت في الملعب ماشي ما كسبت. ما ايوه ما الملعب مش مقفول، ما انا بقول لك اللي انا اقصده انت في اسباب ساعدت، منها ان في لعيبه مرهقه، في باينه جدا في لعيبه مرهقه. علي معلول دي طاقته حركته اللي كانت في ماتش القطن والمقاولين، انا بتكلم على الحركه والطاقه، لا هاني حركته وطاقته الطاقه، انا بتكلم على الطاقه والحيويه والفوقان في اللعب، مش انه النهارده وحش او حلو، لا مش قادر، باينه جدا مش قادر، باينه جدا يتعدى منه بسهوله، التغطيه تعبان، يرجع بتكاسل، باينه جدا باينه جدا وفي اكتر من واحد. فانت جزء ارهقت نفسك فيه. تاني حاجه انا كنت من اول المباراه وقلت مع كابتن شريف الاسلوب اللي انت تختار بيه، خاصه قلت لك اخطائك الدفاعيه على مستوى الاخطاء الدفاعيه على مستوى الافراد وعلى مستوى الشكل الجماعي، انت بقالك مرحله من كاس العالم الاخطاء كتيره جدا، الاخطاء الدفاعيه كتيره جدا، ففي فرق بتعرف تعاقبك زي ريال مدريد راح جايب فيك 4 تجوان، زي فلامينجو في ربع ساعه جاب فيك 3 تجوان، زي النهارده انت بتخطأ اخطاء كتيره. فانا اساعد بايه؟ اسلوبي يبقى على الاقل طالما في اخطاء في الدفاع وفي نص الملعب والنظام الدفاعي بتاعي مش كويس وفي ناس مرهقه، على الاقل اقفل المساحات كويس قوي. عشان انا مش انا لما بقول مروان مش مخصص مروان كمروان انه يلعب جنب حمدي فتحي راجل ديفندر حمدي كمان على ديفندر، يعني حتى لو السوليه كان سليم ها ليه؟ ليه؟ انا قلت لك وان شاء الله لما نجيبها في الحالات، انا قلت لك محمد عبد المنعم هيضطر كتير جدا يروح ناحيه الطرف ناحيه علي معلول. هجيب لك مواقف كتيره قوي مش في العمق، هو على طول في الطرف فانت بتفتح العمق كمان. ده الجون الرابع يا هشام، لكن علي معلول هو اللي راح مكان عبد المنعم، ودي ده الجون بقى انا بتكلم في ايه؟ لما بتلعب بثلاثه عشان تامن نفسك، وواحد يبقى قريب من علي معلول، وواحد يبقى قريب، وفي واحد عامل عمق قدام الاثنين السردباكات، ده اسلوب هيقفل مساحات شويه، هيقفل مساحات الملعب شويه، وهم كده كده قدام بيغلطوا. والدليل على كده ان بيرسي تاو في كوره راح لوحده في وسط 6 لعيبه رقص واحد وراح داخل جوه ال 18 وجابها جول. هم اخطائهم الدفاعيه كتيره جدا، اخطائهم الدفاعيه كتيره جدا، ولكن انت ساعدتهم ما لعبتش بالاسلوب الامثل من وجهه نظري انك تقلل التحركات في المساحات ليهم. لا عملتها في الاطراف عند علي معلول، لا عملتها في العمق بين ياسر ومحمد عبد المنعم
حمدي فتحي وديانج فقط مع تعب انه تعب من حمدي فتحي ودول الناس اللي لعبت 90 دقيقه. فانت وقعت في اخطاء كتيره النهارده وطبعا تستحق الخساره، لكن كره القدم هنقول فيها كده وان شاء الله نستنى باذن الله مباراه سان داونز والهلال. هو الهلال خلاص طبعا لازم تكسب الماتش، تكسب الاول كاميرون وبعدين سان داونز اتاهل خلاص. يا كابتن شريف في ستيب باي ستيب. يا كابتن شريف ما هو ماتش الهلال وسان داونز، لو الهلال قصدي لو الهلال كسب سان داونز مش هيبقى ليه لازمه ماتش القطن. بالظبط، انت لازم تكسب القطن والهلال ماشي، ما انت مفيش حاجه في ايدك الا غير كده. انت لازم تكسب القطن و... ايوه بس انت معتمد على نتيجه سان داونز والهلال. انا اكسب القطن الاول وبعدين لما تيجي النتيجه الثانيه بنقعد نتكلم فيها. لا ما انا مش عارف الماتشين في توقيت واحد ولا ايه، انا ما اعرفش التوقيت سان داونز والهلال ما اعرفش. يعني انا اقصد انه ما بقتش الموضوع ما بقتش في ايدك انت ولا يعني لا هنكمل يعني يعني النهارده الموضوع كان في ايدك انت، حتى لو بنتيجه التعادل كان هيبقى في ايدك انت. الخساره مطالب انت دلوقتي انك تكسب الماتشين وهتستنى الهلال وسان داونز هديه ان شاء الله من سان داونز انه لو حتى لو ما كسبش يتعادل. صحيح، نتمنى التوفيق. التعادل صعب الموقف. بص يا كابتن، وخلينا نكلمك على يعني خمس اسباب ادوا ان انت توصل للامر ده. خلينا نبقى منصفين ونتكلم كلام صح ونحط النقط على الحروف. يعني اول حاجه انت عندك ضعف في التنظيم الدفاعي. طبعا واضحه، لازم نعترف بكده، واضحه من هنا. فرقه النادي الاهلي بيدخل فيها جون سهل، ودي جديده على النادي الاهلي. يجب اني كولر يعرف يشتغل شغل فردي ويثبت المدافعين كتير. عندك المشكله في ايه؟ انك متولي يلعب مع منعم، وبعدين منعم متولي يطلع يلعب مثلا ياسر يطلع يلعب رامي يطلع سرد باكات وحراسه المرمى، والسرد باكات ان الاماكن الوحيده اللي لازم يبقى فيها تثبيت. ده رقم واحد. رقم اتنين، عدم معرفة كولر بأسرار أفريقيا. أفريقيا ليها أسرارها، يجب تتقله صح. بمعنى أنه وأنت رايح تلعب في جنوب أفريقيا لازم تعرف أن في إجهاد الظهر، لازم تعرف أنك لازم تريح اللعيبة في ماتش المقاولين، حاجات كتير قوي لأنك لعبت أو لعبت ماتشات كتير قوي. طب لحظة واحدة، هو دي يا كابتن عادل لو سمحت، هو دي هل دي امور يجهلها هو ايمن؟ لو يجهلها حتى مش طبيعي الناس اللي معاك تقوله؟ اكيد صح، طبيعي الناس اللي معاه تقول له افريقيا فيها كذا كذا. بص يا كابتن، وده على فكره هو مش 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 غلطه هو، لو انا ماشي معاك، لو هو يجهل ايه يعني ايه افريقيا وكده، الطبيعي الناس تقول له خد بالك افريقيا كذا والسفر. لا بس في حاجه في النهايه سنه عادل، بس انا واحد هو برضه مدير فني، هو قراره. انا فاهم، احنا مش عارفين الناس بتقول له ايه. يعني خليني احط نقطه على الحروف عشان انا ده وجهه نظري. طيب انا بتكلم على الاسرار في ايه؟ اللعب الاوروبي حاجه، وانك تروح تهاجم الفرقه ويتهاجمك، تروح تلعب في البلد دي يهاجموك وانت في البلد الثانيه يهاجموك، لدرجه ان الاتحاد الاوروبي شال الهدف بهدفين. ليه؟ لانه ما فيش فرق ما بين الملعب ده والملعب ده. ليه ما فيش فرق؟ لانه بيلعبوا في اجواء واحده، ملاعب جيده واحده، تحكيم جيد واحد، امكانيات عاليه واحده، لياقه بدنيه عاليه، لان كلهم متساويين بيلعبوا في الدوريات بتاعهم زي بعض. لكن انت بتتكلم اختلاف كبير قوي، مسافات بعيده، حاجات كتير من هذا المطلع. فهو المفترض انه يعرف اسرارها. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة بقى اللي هو ضغط المباريات وعدم التدوير الصح. ده وجهة نظري. ازاي؟ كان يجب انك التدوير بتاعك يجي في وقت في تدوير وفي تحضير. انا حضر اللعيبة ثم ادور في اللعيبة. احنا عملنا التدوير قبل التحضير، بمعنى التدوير بيبقى اخر السنة دائما، التحضير بيبقى بداية السنة، بوسع قاعدة اللاعبين. أنا هقول لك حاجة، قول لي مين الراس حربة الأساسي؟ ما عندناش. قول لي مين السرد باك الأساسي؟
قول لي مين الديفندر الاساسي في الثلاثه اللعيب؟ الاماكن اللي معروفه اساسي فيها الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم باك ليفت وعلي معلول ومنعم بيلف حواليه. فالكرة القدم محتاجه الاستقرار يعني والتريث في انك تدي اللعيب. يعني على سبيل المثال الراس حربة، وانت راجل كنت راس حربة كبير وكابتن شريف كان راس حربة برضه كان يعني بيلعب قدام، ثقة اللعيب الراس حربة ممكن ما يجيبش جون ماتش اتنين تلاتة اربعة، يجب تحافظ عليه عشان ياخد ثقته المباريات ويلعب. مفيش تلاتة اربعة راس حربة بيبقوا فرقة واحدة، واحد او اتنين، انت عندك اربع لعيبة راس حربة عمال تدور فيهم مش لاقي واحد فيهم. من وجهة نظري شريف يلعب الزمالك يجيب جونين يقعد الماتش اللي بعده وبعدين يلعب تاني. أول السنة شادي جاب الجون الأولاني وبعدين قعد الماتشات اللي بعديها. كهربا جه كل ما ينزل يجيب جون بعدين ياخد احتياطي في الماتشات كتير قوي. فاللي أنا عايز أقوله يا كابتن أيمن ده السبب رقم ثلاثة. السبب رقم أربعة بقى عدم ثقة اللاعبين يا كابتن. عدم ثقة اللاعبين نفسها. دي سببها يا كابتن. هقول لك. أنت بتلعب في النادي الأهلي. لا هقول لك هقول لك. كابتن بص يا كابتن عايز يعني حتة إنك بتلعب في النادي الأهلي دي لازم يعني تبقى حذر فيها في إمكانيات اللاعبين. أنت دلوقتي في احتراف يعني بمعنى إنك أنت بتجيب لاعبين كتير يا كابتن وبتجيب لعيبة من بره. الكواليتي بتاع لاعب النادي الأهلي المفترض يبقى شخصيته قوية. عدم ثقتهم عشان تغييرهم انت لازم تبقى واقعي. انا لازم كمدير فني ادرس شخصيه اللاعبين اللي عندي والعب عليها، بمعنى في واحد شخصيته قويه اكلمه بقوه، في واحد شخصيته اضعف اكلمه بلين شويه. انت فاهمني؟ فالسبب اللي هنا ايه؟ سبب مشترك في كل حاجه. ده رقم ايه؟ رقم اربعه. رقم خمسه بقى عدم دراسة سان داونز كويس. انت ما درستهاش كويس، انت ما عرفتهمش. بدليل اديك دليل انه ما درسوش كويس الماتشين مش الماتش الواحد. يوم ما جبت الجون الفوز هنا في مصر الملعب زيه زي عادي كأنك ما جبتش. كان يجب في اللحظة دي واحد يقف، يقع تنزل حمدي فتحي واحد يقع عشان يوقف الملعب، عشان دي فرقة تقيلة برضه، فرقة كويسة هجوميا. لازم اشتغل كده خلاص. شمال افريقيا الفكر ده اوقع واحد وانزل ادي تعليماتي لو الموضوع سريع، وانزل حمدي فتحي واعمل زون كويس دقيقتين تلاتة يتسلل لهم اليأس ان هم بيلعبوا بره ملعبهم ومغلوبين واحد زي ما عملوا معاك النهارده، تقدر تجيب الجون التاني والتالت والرابع. لكن انت خليت زي 2-1 زي ما كنت واحد واحد. اسلوبه فكر الراجل مختلف في الحياه يا كابتن. مفيش حاجه اسمها فكر كابتن، مفيش حاجه. احنا شفناها انت قلت نفسك ايه الموضوع ده اتكرر في 3 4 ماتشات كان المفروض الفلسفه تتغير في اداره المباراه. ما اتغيرتش كابتن. الموضه مش في المدرب، الموضه في الكوره نفسها. يعني البرتغاليين شرس قوي، فاهمني؟ كلهم كده. المدرب اللي بيغير بعد ال 71 والدقيقة ال 71 وال 72 في مباريات كتير تعرف ان هو بيحب الاستقرار، يعني بيحب اللعيبة تاخد الثقة وتلعب. انت فهمتني؟ فانا اللي انا عاوز اقوله لك يا كابتن، انا يعني انا ماليش دعوة بالاسلوب، بس انا بقول لك انا من وجهة نظري ان ما درستش سان داونز كويس. بس هو ده اهم جملة انت قلتها. انت حاجة النهاردة انت عايز ما درستهاش كويس. انت ايمن عايز ايه المباراه؟ انا عايز النهارده على الاقل اتعادل. والماتش لم اعد العده على الاقل اتعادل. لا ده انا فتحت الجيم الدنيا بتستلم زي ما هي عايزه. اديك دليل ثاني معلش يا كابتن. سرعات ناس بتلعب في بيتها وقاعده مستريحه وانت جاي من ارهاق غير صح. عادي. مين اللي قال لك على ايه عادل دي؟ انت لم تعد العده صح كابتن. بالنسبه لفرقه زي دي اديك حاجه ثانيه يا كابتن. اديك حاجه ثانيه. انت ماتش الداخليه عشان اوريك نفس الموضوع يا كابتن. مفيش حاجة اسمها في كرة القدم في الوقت الحالي ها انك انت تكسب بنمط واحد، لازم تبقى متغير. ليه متغير؟ عشان انا لو حفظتك خلاص. يعني من امتى الداخلية ممكن تهاجمك هي 10
لا بس دي كانت اخطاء فرديه. انا لو مدير فني وفرقه بتلعبني 10 لعيبه وانا فارق عنها وكسبان 1-0 وناقص 5، مش هقول لهم تعال ارجع قفل الجيم. قلت ارجع، لا دي كانت تعمل تمركز سليم، اخطاء. وهي بس للاسف زي ما قال الكابتن علاء، هي اخطاء متكرره. اخطاء كان مين؟ لازم انها تعالج. اخطاء مين؟ يعني اخطاء لعيبه في الملعب. لعيبه مين؟ لعيبه النادي الاهلي. ما هو لعيبه النادي الاهلي يا كابتن، لازم المدرب لما يخطئوا ما تبقى مش حلوه في حقه. بص، طول ما انا واقف على الخط كمدرب انا طول الوقت اتحكم في فرقتي. لما تقول لي خطا لاعب يبقى خطي انا كمدرب. ما ينفعش تقول خطا لاعب، اللاعب ما بيخطاش الا المدرب اللي بيخليه يخطا. احنا بنقولها مجازا كده لان المكسب للاعبين والخساره. لا لا بس مش مجازا يا كابتن عادل. لا يا كابتن عادل، ايوه انا ممكن لحظه واحده بس يا جماعه، بس انا عايز اقول حاجه. نعم. هو في اخطاء ايوه في اخطاء فرديه طبعا، مش فاهمني خلاص يا كابتن، في اخطاء فرديه في اخطاء فرديه يا كابتن، ولكن الاخطاء الجماعيه في طريقه دفاع النادي الاهلي في معظم الماتشات موجوده، حتى في كاس العالم كانت موجوده. انا عايز اكمل بس وجهه نظري يا كابتن عشان ما تفهمش غلط. اتفضل. بص يا كابتن، انت لما تيجي تقول لي انا ماتش الداخليه ويدخل فيا هدف، ماتش الداخليه ويدخل فيا هدف يا كابتن ايمن، اقدر اقول لك الخطا كان فين. انا لو مدرب هلاعب الناس على الطرف وهقفل في وسط الملعب بتاعي وانا عارفهم مش هيجولي الا على مضض، هم جولك بكره واحده حلوه يا كابتن، استعجل انا اجيب الجون الثاني والثالث والرابع امتى؟ لما يطلعوا لي، مش هيطلعوا لك. فهو استيميشن بينك وبين المدرب. انا مش بتكلم، انا بكلمك على المفروض يحصل. فانا قلت لك الاسباب بتاعتي، منها السبب اللي هو عدم دراسه سان داونز، فجبت لك مثال الداخليه لانك المثال اللي بعده سان داونز كان بعد الداخليه. يعني اللي انا اقول لك، يعني انت ما استفدتش من الداخليه، من الاخطاء، من خطا. ما انا بقول ده اللي انا بقوله لك. انا ليه جبت لك سان داونز انت بتقول لي سبب لاعبين؟ طب واللاعبين اخطاوا المره الاولانيه، انت فين المره الثانيه اللي هو سان داونز؟ النهارده اللي حصل النهارده لازم تعرف كالاتي. انا يمكن قبل الاستوديو يا كابتن كنت بقول، وكنت دايما اقول لك انا مش بمهد، انا مش بمهد، انا مش بمهد، بس انا حاسسها من تحضير المباراه نفسها. انت بتعد سان داونز في سان داونز رايح على الكاميرون، اجهاد ما بعده اجهاد، ما عندكش الا باك رايت وباك ليفت، علي معلول ومحمد هاني، اكرم متعور، ما عندناش باك رايت اخر الا خالد ممكن يلعبها على مضض، ان او خالد كان متعور، علي مع ولد صغير لعيب لسه صغير، وانت باعد مع ايمن اشرف، ما بعيد عن الفرقه ما بيلعبش ايمن اشرف، كنت تحتاجه ايمن اشرف في وقت زي ده. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله لك ايه، دي الاسباب اللي خلتك النهارده تخسر. انا مش هين عليا ان انا اخسر 5، انا النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي ما يخسرش 5. وبعدين انا عاوز اعرف حاجه، يعني انا دلوقتي مش بشمها كمدرب او كجهاز، اشم الموضوع رايح فين؟ لازم اتعلم. انا ممكن اخسر 3-2، اخسر 3-1، لكن ما اخسرش 5. فده اللي انا عايز اقوله لك النهارده، دي اسرار افريقيا. ايوه بس احنا مثلا بين الشوطين، يعني كابتن علاء وكابتن شريف قال لك الراجل موقفه صعب بعد 3-1 الشوط الاول، يعني في حاله هو ممكن يكون حيران يلعب ازاي؟ لا ثانية واحدة، ينزل يقفل أيمن. ولا 3-1 دي الراجل سبب الحكايه دي من قبل الماتش اللي قالك عليه، لم يعد العده صح. لا لا انا بتكلم على بعد الشوط الاولاني. ايمن انا ايمن احنا ياما كنا بنلعب يا اسامه ومختار ده بياخد الكره ويروح 5 من بره بينادوا عليا ان انا ابقى هاف ليفت. ايمن تنظيم نص الملعب ده اهم حاجه في الكره اللي بترد عليك، 5 من بره، كان فؤاد، كابتن فؤاد، وكان مفتي، وفاهم ده 5 بينادوا على كل واحد يقف في مكانه صح. ايوه كويس، وانت كنت في سكواد ايه عظيم العظماء يعني، فهمتني؟ احنا ما فيش حد هنا بيقف يتكلم يا اسامه يقول لك فلان ده يرجع، فلان ده يقف هنا، فلان ده. انا شايف الملعب مفتوح على قدر المستطاع من الاداء. ايوه هو ده اللي مفتاح ليك انت بالنسبه لي. ايمن انت لما سالتني وبتقول لي الشوطين قلت لك ايه؟ قلت لك يلعب حمدي فتحي
ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم عشان علي معلول محمد عبد المنعم ما يروحش يفتح على الطرف وياسر ابراهيم يفتح على الطرف يبقى فيه عمق. دي انا قلت لك بين الشوط اكملها بس مش هتكلم على دي. انت بتتكلم صح. لما نيجي نتكلم على انت بتفكر ازاي شوف المدير الفني الاول تفكير راح هو عمر ما هيروح تاني 5 3 4 استحاله ماشي يا لكن عنده حاجات ثانيه مش هيعمل كده خالص. ما انا عايز اكمل كلام في النقطه دي. انا قلت لك كده وينزل مروان جنب ديانج عشان يدي حريه لعلي معلول وهاني ويفضل وقلت لك احمد عبد القادر وبيرسي وشريف. انا بتكلم كبدايه قلت لك حتى لو الراجل انا عارف ان هو مش هيفكر في كده يفضل حمدي فتحي ومروان وحتى شريف قال كده يفضل حمدي فتحي ومروان وديانج واحمد عبد القادر وبيرسي وبتاع عشان الثلاثه يقدروا يقفلوا ناحيه علي معلول وناحيه هاني. ماشي انا معاك صح ماشي يعني انا اصل انت بتقول كابتن المدرب احنا قلنا لاعب طرفين عشان هاني عشان علي معلول. الكلام اللي احنا بنقوله ده مساعده الافراد مساعده المتهالكين ومش معنى كده مساعده الارهاق ما نتغلبش ممكن نعمل كده ونتغلب. انت بتساعد الارهاق اللي انت فيه كابتن شريف. المدرب بتاع سان داونز قريب كويس. اولا محمد هاني وعلي معلول هم سلاحينك هو عارف كده. ده بيلعب عليهم طرف يمين وطرف شمال من بدري من الاول من بدايه المباراه وينج رايت وينج ليفت ليه عشان ما يطلعوش. هم بيلعبوا كده على طول. لا لا حتى هنا كانوا بيلعبوا كده. لا بص يا كابتن. لا بص هو عرق كويس هم بيسرقوك طول الماتش. هو عرق كويس. انت علي معلول ما كانش يقدر يطلع خطوه مش عشان مجهد. لا لا عشان مجهد يا كابتن. علي معلول لو ما لعبش ماتشين علي معلول انا بقول لك علي معلول لا ثانيه واحده علي علي معلول ومحمد هاني لو ما كانوش اجهدوا في ماتشين ورا بعض 90 دقيقه سبت وثلاث كانت حالتهم هتبقى افضل من اسامه. مين في افريقيا وكان طاقتهم هتبقى افضل مين في افريقيا والدوري المصري مش عارف ان النادي الاهلي ورقه رابحه عنده علي معلول. ايوه وبيلعب عنده حد دايما. طيب تمام وايه اللي بيحصل؟ علي بيتفوق بقى كويس عشان بدنيا كويس. لما انت واقف بدنيا كويس قاعد وبعدين في مشكله ثانيه. علي معلول امتى بيتحرك وبيبقى كويس؟ لما انت تبقى انت المتسيد الملعب انت اللي الكره في رجلك. النهارده انت احسبوا لي كده احنا الخمسه احنا عملنا كام هجمه منظمه النهارده طلعت فيها علي وهاني وشكل النادي الاهلي العادي. هاتوا لي هجمه واحده. لا حتى الهدف جبناه شفنا كويس يا كابتن ايمن وحتى الهدف اللي جبناه بتاع بيرسي تاو جري وخبط في رجل واد وشاطه حلو قوي. لكن انت فاقد يا ايمن فاقد لعبك شكلك في الملعب مفقود من بدايه المباراه. فكل الاخطاء اللي بيتكلم فيها كابتن شريف واسامه وعادل دي صحيحه لانك عمل حاجه غلط. ماشي. انا معاك في دي بس انا كنت هتكلم في نقطه كابتن شريف والكابتن اسامه اتكلموا عليها قبل الماتش وانت اتكلمت عليها في الشوط بعد الشوط الاولاني واتكلمت عليها بعد الماتش ان في اخطاء في الملعب طبيعي والاخطاء انت لازم تعالجها اكيد. ماشي خلينا اتكلم انا بلسان المدير الفني. ماشي انا كمدير فني الوضع الطبيعي مدير فني النادي الاهلي شايف الاخطاء كويس حلو قوي يبقى هيشتغل على انه يعالج ويصحح الاخطاء دي. مظبوط. طيب الاخطاء متكرره وانا خليك معايا من ماتشات الدوري بالظبط. الاخطاء متكرره ومتكرره من بعض اللعيبه الاساسيين العناصر الاساسيه اللي انت بتعتمد عليهم كويس. تغير لعيب اساسي عندك ولا تغير طريقه؟ طريقتك مش هتتغير بس طيب ما هتفضل الاخطاء موجوده يا كابتن علاء. بس في حاجه اسمها معالجه اخطاء. معالجة الأخطاء يا أيمن كانت المفروض تتعالج وأنت هنا. كابتن شريف والكابتن أسامة قال لك يعالج الأخطاء دي بأنه يغير طريقة اللعب. لا 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 ثانية واحدة بص عليك. أخطائك الأهداف اللي بتيجي فيك من 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 القلب أو من العمق زي ما بنتكلم بلغة الكورة متكررة يا كابتن علاء. من ماتشات إيه؟ كأس العالم. من كأس العالم أنا بقول مرة إحنا كأس العالم وحتى وكنت أنا كنت بتكلم معاك أنا بقول ريال مدريد جابت كان ممكن يطلع يعني 2-1 طلعت 4 عشان اخر 5 دقايق انت فاقد التركيز وفاقد التمركز الدفاعي. فالراجل كان بيلعب في 6 يارد عادي جدا. فان بيرده جاب الجول وقف في 6 يارد كويس. نفس الكلام حصل في فلامينجو خلاص قول دول فرق عالميه ويعرفوا يستغلوا كده كويس. بلاش فلامينجو دي عشان احنا غلبنا نفسنا في فلامينجو. ما هي نفس الاخطاء. احنا نفس الاخطاء غلبنا نفسنا باخطائنا كويس. الداخليه لا رجعنا هنا سان داونز. سان داونز كويس ماتش كويس قوي وانت محتاج تفوز 1-1 2-1 وكان شكلك كويس لحد ما معقول. الشوط الثاني الشوط الثاني كويس. انا معايا 3 نقاط انت اللي فرطت فيهم
ليه؟ لانك برضو بتلعب بنفس النمط بنفس النهج، ملعب مفتوح مساحات انا بقى انا بزهق كره القدم دي والله ما موجوده، اللي هو انا بسيب ملعب مفتوح وعلى حسب الكوره انتهت من زمان. لازم انا الفرقه الكبيره، انت معايا؟ انا معاك. ايوه على فكره انا معاك طبعا. لازم الفرقه الكبيره انا اللي اتحكم في ادائي، انا اتحكم في ريتم المباراه، انا اتحكم العب ايه. مش شكل 4 2 3 خالص، ده كلام بيتكتب كده زي ما بنتكلم على الورق. انا النهارده هلعب 4 2 3 1 ماشي، لكن تعال تنفذها دفاعيا، تلاقي الفرقه بتاعتك كلها في نص ملعبك، مفيش ياردة غير فيها واحد واقف فيها والمساحات كلها مقفوله. صحيح، ده المفهوم بتاع كره القدم، مش المفهوم انما 4 2 3 1 4 3 3. انت بتنقي بس اللعيب ده هينفع ان انا فيه. يعني كابتن شريف بيتكلم واسامه ان كنت ممكن احط مروان في نص الملعب، انا معاكم، بس ممكن احط مروان في نص الملعب وهلاقي نفس المساحات، لان انا بادئ غلط. انا سايب الملعب مفتوح مع فرقه عندها 6 لعيبه او 5 لعيبه قدام يعني حياتهم في المساحات، ان عندهم السرعه. الفريق ده بالظبط عشان تصنفه ضعيف جدا دفاعيا، هايل مميز هجوميا، بس مظبوط. هو تفوق عليك في مباراتين لان هو هجوميا كويس قوي، وانت دفاعيا عندك اخطاء كويس مظبوط. انت ما عرفتش تستغل اخطاء الدفاعيه الكارثيه، ده عنده اخطاء دفاعيه كارثيه. واحنا على ما والله يا اسامه واحنا ما ساعدناش نفسنا نقلل اخطاء. ما هي ما لسه انا عشان كده كنا بنقول اللي شريف كان بيتكلم فيه وانا كنت بتكلم فيه، وجود ثلاثي وسط ملعب عندهم كميات جري عاليه وعندهم نواحي دفاعيه هيساعدوا الخط الخلفي في المساحات اللي بتتفتح بين بقالها 3 4 ماتشات. هو مش حتى والله بقولك يعني عارف يا جماعه كاس العالم للانديه ده حلولها ايه يا كابتن؟ ما انا حكيت لك حلولها، مش ان انا احط ثلاثه، عارف احط 5 في نص الملعب، 5 مدافعين وطريقه غلط برضه هيحصل في نفس الكلام، لان انا غلط الدفاع، مش ان انا دافع من نص الملعب وياسر وبعدين لا الموضوع ده خط دفاعك الاول، الناس اللي قدام يا ايمن، الثلاثه المهاجمين بتوعك او الاربعه بمعنى اصح، والراجل اللي هو محمد مجدي او اي مسمى ده، شكلي في الدفاع، شكلي في الهجوم، اعمل عايز تعمله مع الناس يطلع لقدام، واثنين في وسط الملعب اللي بيتكلم عليهم كابتن شريف واسامه، ديانج حمدي سوريا حمدي موجودين، لكن كل الباقي لقدام. كره بتتقطع شكلك، انا نفسي خبير كروي، يعني ماشي انا في الكوره على قد خبير كروي يطلع يقول لي شكل النادي الاهلي دفاعيا ايه، وانت بتدافع بيبقى شكلك عامل ازاي. مفيش اي، انت لو جبت اي كره النهارده تلاعب عبد القادر بيجري لوحده، بيرسي داول لوحده، والمساحات بين الاربعه الفراوده او الثلاثه ونص الملعب ملعب اي واحد بيعرف يلعب، مش حريف كوره زي ما عاد بيتكلم على فريق سان داونز، بيعرف يلعب كوره هيعرف يتصرف ويستغل الحياه سهله جدا. انا عايز اسالك سؤال يا علاء عشان يحضر، انتوا الاثنين ايام ما كنتوا بتلعبوا مع مانو الجوزيه فاكر؟ اه طبعا كان بيلعب بثلاثه في العمق، شادي ووائل هجوميه، ووائل عماد النحاس، وعماد النحاس هجوميه. ها؟ هو انت من ساعه لما دخلت على 3-5-2 هجوميه انا طرحت الطريقه دي كويس عند كاس العالم للانديه كويس. قلت مش هتقدر تواكب ريال مدريد والفرق دي كلها ما اعرفش ايه بالاثنين في العمق اللي بس احنا عندنا، بس الطريقه دي من زمان عندنا من ايام فايتسا اكيد اسامه كتير وعادل او فايتسا وكانت نتيجه هايله. ليه؟ لان انت بتشتغل اسلوب كويس بيحصل الثلاثه دول تعمل ثانية بس اخر كلمه انا كل يقول لك مش هنغير يا كابتن. ليه احنا ما بنقولش يا كابتن شحنه علاء يا سيدي ماشي ماشي يا سيدي انا معاك. ليه احنا ما بنقولش روشتات؟ ها يمكن طب يا ايمن يا ايمن انت فهمت قصدي يا ايمن؟ حتى لو مش هغير طريقه اللعب اللي هي ان ثلاثه يبقوا في العمق ورا بعالج الصغر. في ظروف هنقول هو مش مقتنع ماشي، بس على الاقل من وجهه نظري ان يبقوا ثلاثه عندهم نواحي دفاعية جيدة وأيضا فيهم تنوع إن يقدر حد فيهم يكمل. إحنا لما بنقول إنه ديانج ومروان وحمدي ليه؟ حتى لو هو مش هنلعب ثلاثة في العمق ورا مش شرط، بس لما يكون في ثلاثة عندهم قدرات أكتر دفاعية، إحنا لما بنقول على أحمد قدوسي أو بيرسي أو طاهر أو كذا ما بنقولش احنا قلنا ايه؟ احمد طبيعته
مايله للهجوم اكتر، مش هتقدر انت تقعد تقول له ايه ارجع التزم وارجع اقطع. ما هو امكان هو امكانياته الشخصيه الدفاعيه والتمركز الدفاعي مش زي الاكتسابات الهجوميه. فانا على الاقل عشان اساعد واقفل شويه قدام الاثنين قلب الاثنين قلب الدفاع. ثانيه واحده علاء بس اكملها. مين بينجح الطريقه؟ هكملك بس. مين بينجح الطريقه؟ اللعيب المدرب. ايوه اللعيب اللعيب ماشي. انا بتكلم أيوة بس لا علاء ايوه بس مصمور. انت بتختار الطريقه اللي تناسب نوعيه اللعيب. عادل عشان اكملها بس نوعيه اللعيب في الاول بخلاف اختيار الطريق بتاعك. اكملها بس اتفضل. فانا قلت لك واضح وتاني واضح ان النادي الاهلي عنده اخطاء دفاعيه سواء كتير. فرديه اللي انت اختلفت فيها وعادل ان بيقول لك مفيش تمركزات دفاعيه. الاثنين انت عندك اخطاء فرديه شخصيه صحيح. لا وفي حاجات كتيره من الشكل التنظيمي الدفاعي للفرقه في التغطيات مزبوط. في غلق المساحات باينه جدا من زي ما قلنا من كاس العالم وباينه في الماتشات اللي بعد كده. فانا لما بحط ثلاثة ارتكاز في نص الملعب مش عشان ممكن نعمل كده ونتغلب بس على الاقل دي بتعمل ايه؟ بتقفل مساحات قدام الاثنين السردباكات، بتقفل مساحات على الاثنين اللي لعبوا 90 دقيقة في الماتشين وتعبانين زي علي معلول ومحمد هاني. هيبقى في حد لما بيلعب واحد ارتكاز قدام المدافعين واثنين حواليهم هيقفلوا معاهم شوية، حتى مش هيخلي طاهر وبيرسي تاو إذا ما كانش مثلا القندوسي اللي ابتدى، أو حتى لو طاهر مش هيبتدي القندوسي. بتتكلم على ماتش النهاردة؟ لا أنت بتتكلم على ماتش النهاردة. يعني بتكلم على هنشيل واحد من الثلاثة يعني. فهتقفل مساحات هتقلل اخطائك الى حد ما وهتدي طمانه للراجل الباك رايت والراجل الباك ليفت ومش هترهق محمد عبد المنعم. انا قلت لك هيطلع كتير عشان يطلع من العمق عشان يغطي ورا علي معلول لانه شالوليلي ناحيه الطرف اليمين بيطلع كتير جدا ومتحرك ولما نشوف الاجوان هتلاقيها اسامه. بقول لك يا اسامه حلو اللي انت عملته ده تخيل. طبعا هو بقى في سؤال واحد بس، مين عجبك في اللعيبه كلها النهارده كروح كواحد لعيب نادي اهلي؟ انا بيرسي تاو. بيرسي تاو اكتر واحد النهارده بيجري بس هو بيتفرج. انا بتكلم روح واحد غيران على الفرقه. لا غياب الروح كان واضح. غياب الروح تفاول دقيقتين كانت النتيجه. غياب الروح دي وانت بتلعب سان داونز ومحتاج تفوز، احنا سلاحنا طول عمرنا وانت لازم الملعب ايه. سيبك بقى من مديره، سيبك من الكولر الضغط وشخصيه الاهلي. انت وانت بتسخن كده ونازل زي ما كابتن كان بيقول لك انا بشوف الجماهير صحيح. وانت نازل كده كان ايه اللي بيميزك عن كل اللعيبه قدامك؟ روحك سابقاك. هي الروح دي النهارده ما كانتش موجوده صحيح. انا اصلا قلت كلمه الاعداد المباراه دي نفسيا فنيا كان غايب. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل. انتظروا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن عشان الهزيمه قاسيه علينا قوي ومش النادي الاهلي اللي يخسر، هي يعني الهزيمه وارده في الكوره عادي تحصل لكل الفرق الكبيره يعني، ولكن الهزيمه بالشكل ده يعني مش بتاعه النادي الاهلي. يمكن دي قررت قبل كده مره من كذا سنه، وبرده كان في نقد قاسي ولازع للعيبه جوه الملعب. انا كمان كنادي اهلي ما اقدرش ابقى خسران 5 في الملعب واطلع اقول ده المنطقي اللي احنا شفناه. احنا هنفضل ورا فرقتنا لحد اخر امل، لحد اخر امل. الامل بقى هينتهي الماتش اللي جاي، هينتهي الماتش اللي بعده، مش عارفين، بس احنا ورا فرقتنا متمسكين بالامل ان احنا نعدي. الوضع طبيعي ان انا اتمسك بالامل. يعني في ناس متضايقه وتقول انتوا لسه بتتكلموا عن الله. طب انا لسه في الصوره. احنا بنقول سان داونز ما حسمش انه يبقى اول. هو سان داونز خد البطاقه الاولى مش المركز الاول، البطاقه الاولى عن المجموعه. اول فريق تاهل اليوم سان داونز عن المجموعه الثانيه، مجموعه النادي الاهلي والهلال والقطن. هو حسم الموقف ما حسمش المركز الاول، واحيانا المركز الاول بيبقى ليه حسابات علشان بعد كده في اللعب مع المنافسين اللي معاك اللي هيكملوا. الفرص بتاعت النادي الاهلي تضاءلت، ولكن هنتمسك بالفرصه حتى النهايه. عندنا ماتش القطن يوم الجمعه اللي جايه، لازم نكسب القطن. ما انت لو عايز تكمل انت لازم تكمل، يعني انت
غصب عنك لازم تكسب القطن خلاص، مفيش بديل. بعد كده تاني يوم وهنفضل بقى مستنيين صن داونز بيلعب الهلال. يعني انا وانا بتكلم مع الكباتن انا بقول ان صن داونز ما حسمش المركز الاول او مركز الصداره بالنسبه لي في المجموعه، هو ممكن يخش تاني بس هو دخل، وعشان يخش تاني برضه ليها حسابات تانية، ان نادي ان الهلال السوداني يكسبه هناك في السودان، وبعدين الهلال السوداني يجي هنا يكسب النادي الاهلي في مصر، يبقى كده الهلال اول وصن داونز ثاني. انا بقول صن داونز وصل بس ما حسمش قمه المجموعه. النادي الاهلي وضع طبيعي هتمسك بالامل، ما انا اتمسكت بالامل الثلاث سنين اللي فاتوا صح. احنا النهارده مش كويسين، مش النادي الاهلي اللي تبقى الاخطاء متكرره كده بقالها اكتر من شهرين ثلاثه، مش النادي الاهلي اللي يدخل فيه في مرماه عدد كبير جدا 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 من الاهداف في فتره بسيطه جدا، مش النادي الاهلي الاخطاء عنده تبقى متكرره بالمنظر دوت، مش النادي الاهلي اللي يظهر بالروح والمستوى. عشان كده كلنا زعلانين ومتضايقين، انما مش معنى كده ان انا مش هقف مع النادي الاهلي، لا، بس لازم اكون واقعي. في اخطاء، الاخطاء دي متكرره، ما لازم اشوف السبب كويس. احنا احيانا بنتفق ونختلف مع وجهات النظر، وضع طبيعي جدا، انا كبني ادم من حقي ان انا اختلف معاك في وجهات النظر، ممكن اكون تكون انت صح، ممكن اكون انا صح، ممكن تكون انت غلط وانا صح، ممكن اكون انا غلط وانت صح، بس احنا شايفين اخطاء متكرره بنتكلم فيها، نجومنا بيتكلموا فيها، وكلنا متضايقين من جوانا عشان الهزيمه القاسيه بتاعت النهارده. ما هو الهزيمه هزيمه، الهزيمه بالنسبه للنادي الاهلي 1-0 قاسيه، 2-0 قاسيه، 5 النهارده قاسيه جدا جدا جدا. عشان كده احنا كلنا متضايقين، كلنا زعلانين، مش النادي الاهلي. سيبك من الفنيات، حتى سيبك من الاخطاء سواء كانت من مدير فني او من لعيبه، غياب الروح. وانت عارف برضو حتى لو اتقرا الماتش بصوره خاطئه من الجهاز الفني، اتحضروا بصوره خاطئه، البدايه كانت بصوره خاطئه، ولكن انا في الملعب فين دوري انا كلاعب النادي الاهلي، كلاعب لابس الفانيلا الحمراء بدافع عن اسم النادي الاهلي، الاسم الكبير قوي 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 قوي، روح شخصيه كنا مفتقدينها ليه النهارده. عشان كده احنا بنتكلم وزعلانين ومتضايقين، دي لا روح لعيبه النادي الاهلي ولا شخصيه لعيبه النادي الاهلي. كابتن شريف، يمكن اتكلمنا يعني بقسوه شويه، ولكن احنا من جوانا متضايقين من اللي حصل. مفيش قسوه ولا حاجه، احنا بنتكلم على روشتات، احنا من بره بنتفرج وبندي ارائنا يعني كلاعيبه كوره، ومش غلط ان احنا نتكلم نقول احنا من قبل الماتش واحنا بنتكلم على فكره، ومن قبل الماتش ده واحنا بنتكلم على فكره، ومن المباريات اللي فاتت كلها واحنا بنحسس على الاخطاء اللي موجوده في شكل الدفاع بتاع النادي الاهلي. يعني مش دي اول حاجه، وبعدين اللي بيحصل ده نتيجه كل اللي حصل اللي فات، يعني نتيجه الماتش بتاع الداخليه، ها انك بتلعب 10 وتتعادل، ده لازم تقف ستوب هنا، لازم انت بدل ما ترمي على اللعيبه وتقول اللعيبه انا اول مره اشوفها بهذا الشكل، اللعيبه ما فيهاش التزام، انا لازم انا وانا واقف على الخط اعمل الالتزام انا بعد اذنك. يعني انا لا بتكلم على جهاز فني ولا اتكلم على مدير فني ولا اتكلم ولا بنقيم الا لما بتيجي اخر السنه خالص بنشوف الدنيا فيها ايه. ماشي. ممكن خلال السنه دي كلها يحصل اخطاء، بس لازم اتعلم منها بقى كويس. لازم انا النهارده لما احسس على موضوع واعترف بوجود خلل عندي انا في الفريق اتكرر اكتر من مره في اكتر من مباراه، انا حازف موضوع ريال مدريد وفلمينجو كويس، ولكن ربنا ساعات بيعمل لك حاجات بيقول لك بص هنا شوف هنا النقطة دي المنطقة دي عندك، لازم ساعات تلعب متولي وساعات تلعب ياسر وساعات تلعب، ولو محمد عبد المنعم سليم يبقى هو اللي موجود كويس، انما انت لازم تعرف انت عندك شورتش فين، انت مش قدام ريال مدريد انت الجامد قوي، انت مش قدام الفرق كلها، الفرق اللي على قدك انت عديتهم وكسبتهم كويس، ما يبقاش المكسب خادع، انت ليك ليفل معين لازم تلعب بيه، لازم تلعب تعدي بيه المنطقه اللي انت بتشتغل فيها،
المنطقه اللي انت بتشتغل فيها النهارده انك انت التوب بتاع المنطقه دي، عشان كده بتتحاسب، عشان كده طيب. انت زعلان بتقول انا ما بخسرش واحد ولا اثنين ولا خمسه. طبعا احنا بنتكلم من المبدا ده، بنتكلم على ايه؟ بنتكلم من المنطقه دي الاهلي. انا بتكلم من المنطقه دي، ولكن عايز اقول لك على حاجه، في اشياء مؤثره كتير ممكن توديك لنتيجه زي دي، ولازم نعترف بيها كلنا. اخطاء، اخطاء واصابات في الفرقه واجهاد. لا لا ما هو سفر. بص بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، انا مش بدي اعذار. بالظبط، احنا كلنا لعيبه كره ودخلنا في نفس الظروف دي وعشنا في نفس الظروف دي. لازم الدنيا كلها تبقى عارفه انك انت رايح تلعب فرقه زي دي هجمت عليك هنا في مصر وكانت ممكن تكسبك. لازم بقى سيناريو تاني، لازم بقى شكل، لازم يكون ليه احترام تاني. هقف معاك هنا يا كابتن شريف، معلش عشان برضو نتكلم معاك. انا معاك. هنتكلم في بعض الحاجات. ماشي، زمان يا كابتن شريف لما انت بلاش انت اي لعيب في النادي الاهلي من غير ما المدير الفني يوجهه ولا يقول له انت اخطات او انت عملت، احنا طول عمر النادي الاهلي بيكسب، بس انت كلاعب بتبقى طالع من الملعب وعارف ان انت حتى لو انت كسبت وانت عارف ان انت اخطات في حاجات معينه، كويس، حتى لو ما قالكش عليها المدير الفني انت عارف ان اخطات في الجزء ده او اخطات في النقطه دي، تيجي الماتش اللي بعده انت بتحاول ان انت ما تكررش الخطا دوت، سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي. تصحيح الاخطاء احيانا بيبقى من المدير الفني، وتصحيح الاخطاء كابتن علاء برضو يعني لازم نشارك في الموضوع دوت، واحيانا تصحيح الاخطاء بيبقى يجي منك انت كلاعب. انت اولا بتلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي على مستوى افريقيا والمنطقه العربيه. هو انا كمدير فني، انت كلاعب، انا كمدير فني لما ادي لعيب 3 4 ماتشات ما بيدينيش حاجه خالص، كويس، واجي اصر ان هو يلعب النهارده برضه، دي ايه قصتك انت فيها دي؟ لو لعيب كده، لعيب موجود عندك ما بيديلكش حاجه خالص 3 4 ماتشات ورا بعض وبتصر على ان هو يلعب، طب اشمعنى اللعيب اللي انت كنت بتتكلموا عنه اللي هو محتاج الشيء ده اللي هو الفيرود بتاعك انت بتغير عليه 30 مره، انت ما بتدروش الدفع، انك غير مقتنع. فدي قناعه مدير فني بي انا كلاعب كوره، كويس، وبايمن وبعلاء واسامه وعادل، دي قناعه هو مديك السي في بتاعك اللي انت تقدر تعمل بيه لعيب عندك انت شايفه ان هو ده الفافوري اللي يقدر يلعب ضد سان داونز، مع ان انت عندك لعيب تاني قاعد بره ده يومه، دي شغلته النهارده على الملعب ده، ده الـ الـ الوقت اللي فده خطا، يعني بس ده خطا النهارده في التشكيل، في الطريقه انك انت بتلعب فرقه زي دي، فرقه جامده جدا عندهم على ارضهم يا راجل، على جماهيرهم، على ملعبهم، بياكلوا ويشربوا وعايشين فيه يعني. فانت النهارده ما فرقش معاك انت كمين، انا كفريق، انا كجهاز فني، كويس، انت ما فرقش معاك الفرقه اللي راح تلعبها دي، وانت منهك وتعبان وخارج من ماتشات، عندك باك ليفت، فين الباك ليفت الاحتياطي النهارده اسمه محمد اشرف ده؟ اوت بره، كويس، لا بره السكور خالص، ده بره الحكايه، هل مصاب ولا ايه؟ لا لا نعرف لا. بعدين كويس. فين خالد عبد الفتاح النهارده؟ ما تشتغل بخالد، راجع من اصابه كويس، راجع من اصابه في الاحتياطي طبعا، وعندك السوليه راجع من اصابه، فهي دي المؤثرات اللي انا بكلمك عنها، انك انت بتواجه، لازم انا ابقى صريح مع نفسي، متصالح مع نفسي، العب بثلاثه في العمق مع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، العب بثلاثه، العب اقفل الدنيا واطلع درون بالبلدي، بص يا عيني ماشي، اطلع النهارده متعادل من الماتش ده، عرفت اخطف فوز اهلا وسهلا، ما عرفتش اخطف فوز، كويس، دي قصه ثانيه، هتلاقي النتيجه انك انت معرض في اي وقت انك انت تخترق، اذا كان من الناحيه اليمين اللي هي عندك او من الناحيه الشمال او من العمق، وبعدين هم اقوى بكتير قوي، انا ما شفتش النهارده الحاجه الوحيده اللي لفتت نظري ان كل كره مشتركه هم اللي بياخدوها، بيعرفوا يحجزوا كويس قوي، بيعرفوا يستلموا كويس قوي، يعرفوا يلفوا، انت منك مش قادر تلف معاه، دي مسؤوليه مدير فني برضه؟ ما هو ده طبعا ده انت طبعاً، عدم توفير يا علاء، ثانيه واحده بس ارد عليه، ده عدم توفير للاعب ده الحمايه في الملعب، ماشي، انا النهارده معايا لعيب بيلعب جنبي انا حاسس بيه النهارده ان هو مش توب فورم او تعبان او لازم انا ابقى منزل له حد جنبه، انا شايف في ان كيس في اي وقت انا بغطي الحكايه دي، ابره وفتله في الملعب، فهمتني؟ هو ده الحاجات اللي انت موصلانا دلوقتي، النتيجه دي اللي موصلانا كده، انت لو خلصت 3-2 هبقى زعلان برضه، كنت هتبقى زعلان بس ايه؟ والله هبقى زعلان برضه، كنت زعلان وايه؟ كنت
تقول الاهلي لعب الشوط الثاني الاهلي لم يوفق، الاهلي كان قريب ان هو يجيب التعادل. ها لما نتيجه خمسه دي انك انت حتى رميت الفوطه من بعد 3-1 حولت وكلام انت بشكل فردي، الراجل عمل جول غير عادي عالمي برشتاوس استلمها من ونجرايت ويعدي من الراجل ويضرب السبرنت ده كله ما شفناهوش من ساعه ما جه، ويحط كره بشماله ولا احسن من محمد صلاح والدنيا كلها تحط كره زي دي بقوه غير عاديه. انت فهمت ازاي؟ ما طب وليه فين اللعب ده بقى؟ ها انا لازم اتخبط 2-3 عشان كل لعيب يطلع لي الحاجه اللي عنده. فين اللعب ده في الدوري وفي افريقيا قبل كده وقدام الهلال وقدام الدنيا؟ فين اللعب ده؟ ما هو بيلعب بقاله فتره معانا وما اعرفش ايه. في حاجات كتير انت اداريا ودكاتره تيجي تقعد تتكلم مع اللعيبه دي استشفى جامد جدا للفرقه كويس، وترجع للحته اللي انت قلتها بقى اللعيب مع نفسه بقى. كويس قوي. على اول السنه الجايه ها، على اول السنه الجايه ان شاء الله ها، كل لعيب يبقى عارف هو رايح فين اول السنه الجايه. السنه دي لا ده هو السنه دي. لا انا عارف انا بقول ايه. اول السنه الجايه لا انا عارف انا بقول ايه. هو بيشتغل معاك السنه دي لغايه ما يقفلها، هو اللي بيضع وبيحط ارقامه وبيحط درجاته وبيحط شكله مع التيشيرت الاحمر. كويس؟ يعني انت عندك ده التقييم اللي في نهايه الموسم يعني. ما انا بقول لحضرتك كل لعيب من دول لازم يعرف ان هيجي وقت هنتحاسب فيه. يا كابتن انا انا بحاسب نفسي كلاعب النادي الاهلي كل مباراه. حتى لو كنت كسبان. ايمن فاهمني يا ايمن؟ فاهم طبعا انا فاهم قصدك طبعا. فاهم قصدك؟ بس انا بتكلم على اما تيجي تجدد السنه الجايه. اما تيجي تجدد السنه الجايه. فاهم قصدك؟ انت السنه دي بحلوها بمرها، عندك نهائي كاس، عندك دوري باذن الله، ان شاء الله تتوفق في الاثنين، باذن الله تعدي الدور ده بتاع افريقيا وتخش. لازم الظروف تخدمنا. لازم مش الظروف بس، انت العب عادي لازم الظروف تخدمنا. خلي الدنيا تمشي طبيعي. ما بلاش نتوجس السوق يعني. خلي الدنيا تمشي طبيعي ما كل سنه كده كانت. وبتوصل للفاينل. ده كايزر شيفز راح بدل الفرق دي راح لعب فاينل. لو تبقى افريقيا دي ما تعرفش المعالم فيها ممكن تمشي ازاي. انما انت نفسك علاء واسامه دخلوا قالوا نعالج ولا نصلح ولا نغير، ولا انا قلت اغير نتيجه اغير طريقه، ولا هو ده الاساس ولب الموضوع دلوقتي. انت مش هتفضل ماشي عشوائي كده. انت لازم تعترف ان انت عندك اخفاقات في حتت كتير قوي في الملعب عندك، ولازم تثبت طريقه. لازم تثبت طريقه تلعب بيها. لا هو ممكن يثبت طريقه بس هو مثلا في حته تغيير في الشكل الهجومي. كل ماتش بتلاقي 4-5 ضايرين منك. لسه بقول نعالج. انت قلت لاسامه ايه؟ نعالج ولا ايه؟ نعالج. صح. احنا لازم نعالج ماشي. وتثبت طريقه كويس وتثبت لعيبه. دي بقى اللي نتكلم فيها. ما انما هو الطريقه كابتن علاء قال لك 4-2-3-1 بس هو كابتن غير. اللي انا مش هيغير اللي انا بتكلم عليه. انت كلاعب في النادي الاهلي الجهاز الفني ليه دور. انت كلاعب فين دورك؟ انت كابتن علاء لما كنت بتلعب ماتش وكنا بنكسب، انا اتكلم على حاله لما كنا بنكسب، بتبقى عارف ان انت غلطت في بعض الحاجات، بتحاول الماتش اللي بعده ما تكررهاش، بتحاول تعمل الصح، ولو اتكررت الماتش اللي بعده. احنا بقالنا 4-5 شهور تقريبا في اخطاء متكرره، نفس الاخطاء في الجزء الدفاعي مثلا. بص يا انا دوري كلاعب، انا بتكلم على دوري كلاعب. اقول لك حاجه اتفضل. سيبك من المدير الفني. كويس. مع ان المدير الفني المفروض 90% هو اللي صلح لي. ماشي كويس. مفيش حد صلح لي غيره هو، وهو اللي هيكلمني وهبقى مقتنع بيه. كويس خلاص. انا دوري بقى كلاعب. انا دوري كلاعب ماشي. يعني ما بحبش اقول انا كنت بلعب ولا مش بلعب، بس لما كنت بلعب مباراه وببقى كسبانها مثلا بعمل كام غلطه مبدئيا كده، كنت بروح اتفرج على المباراه وافضل الوم نفسي طول اليوم. برافو عليك. مش طايق اللي هو انا ازاي اغلط غلط زي ده. صح. ما انا لو بص يا ايمن لو ما جاتش من جوايا خلاص انا هفضل كده محلك سر، هبقى عارف ايه موظف. بروح بمضي باخد الفلوس اللي باخدها ربنا يزيدهم كلهم، والعمليه ماشيه والحمد لله. النادي الاهلي باي حد بيكسب، ده النادي الاهلي باسمه خلاص. بس هيجي وقت الموضوع ده مش هينفع، اللي هو اللي انت فيه الوقت ربنا بيعدي لك مره واثنين، وبعدين ربنا بيديك نعم كتير جدا، بس انت ماشيه وبنكسب ومش مشكله، والنهارده غلطت النهارده هصلح بكره. ما ينفعش حضرتك لو مش من نابع من جواك انك تحسن نفسك وتبقى خايف على نفسك واخطائك تقل على المستوى الفردي، عارف انت العدوى
هتبقى عدوى في الفريق كلها. خلاص حلو، ما هي عدوى. ماشي. انا هغلط، ده يغلط، هتقول الغلط يبقى غلط جماعي. جماعي حضرتك مين اللي هيشيل الليله كلها؟ مين اللي هيحمل الفاتوره؟ الفرقه طبعا، و جماهيرك اللي هتموت. طبعًا. ايمن بص يا ايمن، هقول كلمه يعني اللي يزعل اللي يزعل، ومعلش ده اللي انا حاسه. انا حاسس النهارده كان في اهانه حصلت للنادي الاهلي. طبعا دي مش هزيمه، طبعًا دي اهانه للنادي الاهلي. اخسر خمسه بقى. النادي الاهلي يخسر خمسه دي اهانه يا جماعه، دي اهانه والله العظيم اهانه. يعني الحمد لله الواحد ما دخلتش في الموقف ده، ما كنتش عارف الواحد ممكن يعمل ايه. كنت انا ما كنتش هخرج من الملعب، كان هيحصل لي حاجه. خمسه ليه؟ خمسه ليه؟ خمسه يا جماعه دي نتيجه مهينه. اي اهلاوي النهارده حاسس باهانه والله العظيم. اصغر اهلاوي يا ايمن مش لعيب كره في النادي الاهلي. كلنا كده كده. انا سيبك، احنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين قيمته. انا بقول لك على اصغر مشجع في الشارع كده بيتفرج على النادي الاهلي، حاسس النهارده في اهانه حصلت، هو اتهان شخصيا في شكل النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي غير ب5-2. ازاي اقبل على نفسي يجي فيها جول؟ ماشي التاني، ماشي التالت، وحاله استسلام وتراخي. ايه ده؟ ليه؟ وبعدين المطلوب بقى بعد كل ده نعمل، نقعد نتعب نفسنا انت وكابتن شريف واسامه وعادل وانا، ونقعد نشد ونكذب ان احنا طب الامكانيات ايه؟ طب مين يسيبني؟ ايه ده؟ ده من امتى ده؟ السنتين اللي فاتوا ولا ثلاثه كنا كده، بس مش بالمنظر ده. أيوة. انا ما بحبش، بكره كلمه السنه اللي فاتت كنت كده، انا بكرهها. طب يا سيدي مش ربنا الحمد لله سهلها مش ده الصح. ما هو الصح. أيوة. ده مش الطبيعي الحمد لله. لله سهلها في مره ثانيه. أيوة. ناس بتدعي لك وناس بتحبك وفي حد من جواك يستاهل. لكن هل هو ده هيبقى المنطق اللي همشي عليه؟ النادي الاهلي يستنى في كل نهايه بطوله مجموعه ان فريق ثاني يخدمني؟ ما هو دي بص يا ايمن الكوره اصلها ما فيهاش، هي مش فهلوه، في حاجات منطقيه كده. مين في افريقيا والشرق الاوسط ما يعرفش مين النادي الاهلي؟ انسى طبعًا. كله عارف ايه قيمه النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته بلاعيبته بمدربينه بمجلس ادارته كل حاجه برؤساء انديته. دي حاجه مفروغ منها، خليها على جنب. ماشي. كويس. لكن المهم انت كلاعب تحس بالقيمه دي. حس. انا النهارده في ناس مش عايز اقول اسامي، ناس لعبت وخرجت ما حسيتش بيها. بالزبط. في ناس نزلت. المفروض بص يا ايمن اللي بقعد احتياطي ده كم مره كم مره يقولها لي كده، بقعد احتياطي ببقى انا بغلي. مزبوط. انا عايز العب. عايز تنزل. عايز العب. العب مكان اسامه، مع ان اسامه ده حبيبي وصاحبي، بس انا عايز العب. صح. هي دي المنافسه، بس اللي بيعملها المدير الفني. للاسف هي غايبه. المنافسه بين اللعيبه غايبه. الغيره وان انا عايز العب وابقى رقم واحد غايبه. طب ما انا هقول لك حاجه يا كابتن، هي انت بتقول غايبه، غايبه في بعض الاماكن طبعا. طبعا. طيب. وبتقول ان فيها جزء كبير مسؤوليه المدير الفني. طبعا. طيب لو خدنا الجزء اللي هو الخط الامامي كمثال. كويس. في تغييرات مستمره. على طول. انا لما انزل الملعب ما انا لحد دلوقتي ما فيش حد فارض نفسه نمره واحد مثلا في المهاجم. واحد واثنين. بالظبط. فانا كمهاجم، ما انا كمان كلاعب عليا دور كبير جدا جدا في الملعب، انا اثبت للراجل ده ان انا الاحق ان انا ابقى نمره واحد. وانا بدايه كلامي قلت مين الاساس المشكله؟ مين بص يا ايمن، كل اللي بيحصل في الاسبوع ده مدير فني بيمرن وبيقول هعمل كذا وكذا 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 وكذا. كويس. مظبوط. اخرته بيعمل ايه؟ يا اما بيقف بره او بيقف على الخط. مين اللي بينفذ الكلام ده؟ اللعيبه في الملعب. كويس. اللعيب ده مش عشان ينفذ لازم يعرف هو نازل النهارده ليه. صح. هل انت متخيل النهارده اسامه، خليك معايا معلش يا اسامه، هل انت متخيل النهارده الناس اللي بداوا ال11 النهارده يا كابتن شريف وهو نازل الملعب كده عارف ايه المطلوب منه؟ المفروض المفروض طبعا. طب عارف ايه المفروض من نفسه يعمل؟ المفروض إيه؟ اللي قاعد على الدكه بره بيتفرج على الماتش ونزل عارف دوره اللي هيقوم بيه. انا جاي خطوه. طب المفروض انا عارف انا ايه المطلوب مني. صح. ايوه. طب هل اداء ده كان بتاع حد مفروض؟ يعني انت ده لا. ادائك في الشوط الاول مفروض انك تكسب؟ لا لا. صح. حصل تغيير ونزلت، يعني لو مفيش حد قال لك ده فلان مكان فلان كنت هتحس ما حصلش تغيير في الاداء. اديك انت قلتها. أي. يبقى المشكله انا قلتها في بسرعه في بدايه يعني في بعد المباراه، المدير الفني عليه حاجه وانت كلاعب كره عليك حاجه، المدير الفني عليه حاجات مهمه بس خارج الملعب كلها ذهنيا. ماشي. كويس. نفسيا نهلاك المباراه. التهيئه اللي قبل المباراه. الطريقه المناسبه اللي هو شايفها. مع كل احترام ليه مش لينا، اللي هو شايفها
4 2 3 1 بكابتن شريف باسامه بعادل ببلال بعلاء اي حد هو اللي شايف كويس. انت دورك ايه؟ انت دورك تنفذ اقصى حاجه عندك باللي طالبه منك المدير الفني حتى لو غلط. انت معايا؟ أيوه. انا معاك اهو. حتى لو انت مش مقتنع انه غلط بس يا حبيبي دي شغلتك. أيوه. دي مهنتك. الفرق بينك وبين بره ان الراجل البروفيشنال اللي بره المحترف ده نازل من بيته رايح شغله، ده شغلي اكل عيشي، ده شغلي. مزبوط. يبقى انا اعمل شغلي وايمن يعمل شغله، مش عارف مين يعمل شغله، كلنا كفريق النتاج يطلع، الشغل يطلع صح. لكن انا مكسل ومش بعالج الاخطاء ومش مهتم اني غلطت النهارده ومش مهتم اني كنت وحش النهارده وروحت واتعشيت وخرجت ومش عارف ايه وانت هنا على كده ومع اصحابي وخلصت مباراه الثانيه الثالثه بقت عاده فيك، العاده فيك اتنقلت ليك لعادي لي بقت خلاص فريق النادي الاهلي. ما انا بقول لك النهارده مع الاحترام الكامل لكل اللعيبه، لعيبه ممتازه وطبعا لعيبه كلها تنفع تبقى في النادي الاهلي، بس النهارده بسال سؤال، مين النهارده اللي خلص المباراه وتحس ان هو كان هيتجنن ويموت في الملعب ان حصل كده النهارده؟ هتقول واحد بس. انت بتقول على اللعيبه اللي في الملعب بس؟ مفيش يعني، ممكن عين الجماهير بتتفرج، الجماهير بتتفرج بره على القهاوي ولا فين، اقسم بالله النهارده في ناس هتموت وانت خارج من الملعب 5-2 في النادي الاهلي. انا والله العظيم انا مصدق لحد دلوقتي 5-2 النادي الاهلي واخرج من الملعب، ده انا كنت دفنت في الملعب وخلصت النهارده من وجع الدماغ ده. 5-2 دي اهانه ما بعد اهانه، لازم النهارده الناس دي تعرف ان انتوا هنتوا النادي الاهلي بس. وصل الرساله دي واتفرج بقى شوف ايه اللي هيحصل يوم الجمعه وسيب زي ما ربنا رايد، بس لازم النهارده الناس تحس، انا هخلص في كلامي، تحس ان النهارده انتوا عملتوا مصيبه اللعيبه. لحظه بس، هم مش حاسين؟ ده شكل لعيبه خرجت حاسه بالملعب؟ لا انا بسالك كابتن علاء، بعد هو انا لو حاسس للنادي الاهلي ماشي، هو انا لو حاسس يا ايمن ان انا خارج من الملعب 3-1 النهارده، كابتن شريف قال لك اللعيبه رمت المردود خلاص انتهى، ده مردودك؟ لا، بعد 3-2 ربنا قال لك قربتها بالظبط، ابقى ده شكلك؟ قربتها مع فريق والله العظيم انا يعني من الفرق اللي انا شفتها في حياتي مقسوم نصين. أيوه. هجوميا هايل لما كان حد بيتكلم ودافعيا وحش قوي كان اسامه بيتكلم، فده فريق انت تعرف تتعامل معاه والله العظيم بمنتهى السهوله، ده مش بمنتهى السهوله، ده انت اللي تلعبه في صن داونز وفي القاهره وفي اي حته زي ما تحب وباسلوبك. بس ازاي تدخل لعيبتك كده وازاي تفوز مباراه زي دي وازاي تتعامل مع منافس كده النهارده؟ لا النهارده لازم كل لعيب يعرف ان هو النهارده في عمل في صح. يوم زفت في تاريخ النادي الاهلي ده اللعيبه، بعد كده بقى الاداره مع يتكلموا مع المدير الفني مع كل الناس، لا لكن النهارده مثلا متاكد ان واحد زي سيد مش هيعدي اليوم ده لان سيد عايش وعارف الكلام ده صح. لازم الناس تعرف ايه قيمه النادي الاهلي. بص يا ايمن انا معلش اطول، لا صح، في حاجه الحاجه الوحشه والحاجه الحلوه استفاد منها النهارده، انت في اسوء حالاتك استفاد منها فرصه النهارده تعرف كل الناس اللي موجوده ده قيمه النادي الاهلي، واللي عايز يمشي يمشي واللي جاله عرض ومش انا مش مركز فيه يمشي استفاد منه، لكن خلي موجود في الفرقه دي رجاله، انا عندي عايز راجل في النادي الاهلي ومش عايز حريف كوره، راجل هعرف اخليه يعرف يعني ايه النادي الاهلي، حريف كوره مش هيلزمني، انا عايز ناس بتحب النادي ده عارفه قيمه النادي ده، لانك حضرتك قبل النادي ده انت ولا حاجه مظبوط ولا كلنا من غير النادي الاهلي احنا صفر صحيح، هو ده اللي عايز اوصله صحيح. كابتن اسامه مرحله صعبه وعندك ماتش مع القطن الكاميروني يوم الجمعه القادم ان شاء الله، عليك دور كبير، سيبك من الجهاز الفني بقى دلوقتي، انت عليك دور كبير كلاعب هتكمل لحد الاخر وتستنى، الامور ما بقتش في ايدك ولكن ليك دور زي ما قالوا الكباتن ودور مهم جدا جدا جدا، ولازم اللي اتعمل النهارده دوت يعني انت تحاول كلاعب تمسحه ازاي بقى؟ انت لعيب في النادي الاهلي ما يكونش الشكل ده ابدا، عندك ماتش مع القط، اولا في حاجه عايز اقولها، انت لعيب لما في النادي الاهلي لما بتكسب بنشيلك كلنا على دماغنا من فوق، الجمهور بيبقى بيتنطط بيك لما بتكسب حتى وانت نص نص، لازم تتحمل النقد وانت وحش، لازم انا كلاعب نادي الاهلي لازم اتحمل النقد ولازم احاسب نفسي كل ماتش حتى لو انا
نص نص. مش وحش بقى حتى لو انا نص نص، حتى لو انا كنت كويس والفرقه كسبت، بس انا حاسس ان انا اخطات في 3 4 حاجات، انا لازم احاسب نفسي كلاعب النادي الاهلي. الفتره الجايه انت عندك ماتش القطن، احنا قلنا هنلعب لحد اخر امل، عندك ماتش القطن الكاميروني كمان 5 ايام. بص يا ايمن، انا تاني هي المسؤوليه مشتركه، اللعيب عليه دور كبير جدا، واللعيب قلنا الفترات ضيقه جدا بين المباريات، فلا بد موضوع الاستشفاء ده وراحه العضلات مهم بدرجه غير عاديه. ليه؟ لانه الاستشفاء انت عايز تطلع؟ لا 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 اتفضل. لانه الاستشفاء وراحه العضلات، لانك انت مرهق بدنيا ومرهق ذهنيا، لانك انت بتطلع من بطوله لبطوله لبطوله، الماتشات متتاليه، فلا بد ان اللعيب يعرف يريح نفسه، وقلنا قبل كده يبقى ما فيش سهر، يبقى نوم كويس جدا، يبقى اهتمام بالنواحي اللي فيها تدليك والتلج والحاجات اللي هي الاستشفاء كامل، التغذيه لازم ابقى على الشعره. انا فاكر الكابتن انت عايز لا لا اتفضل ماشي. طب لا لا كمل كلام كمل كلام. كابتن جوهر الله يرحمه كان يقول لفظ كلنا كنا عارفينه، انا عايز عضلاتك تبقى زي الخصايه. كلمه خصايه دي يعني طريه، يعني يعني انت فايق جاهز انك تقدر تلعب، فدي مهمه لعيب ومهمه ايضا اداره جهاز فني. لان انا قلت لك النهارده وجهه نظري ان ماتش المقاولين اجهد لعيبه كتير في الملعب، واولهم علي معلول، لان علي معلول من اللعيبه اللي ما تقدرش تقول في الماتشات ان هو مش دايس على نفسه او مقصر، لكن هو مش قادر النهارده، هو مش قادر. نفس الشيء على محمد هاني النهارده، هاني الماتشات اللي فاتت كان من اكتر الناس اللي بتجري، كان من اكتر الناس بتادي، ولكن النهارده مش قادر، عضلاته مش شايلاه. فبرضه في جزء على اللاعبين من انه يريح نفسه، ان يهتم، انه يركز، اللعيبه الكبيره تجتمع مع بعض، ولكن في عناصر النهارده ما فيش شك ان لعبهم ماتش سان داونز سبت القطن السبت ثم الثلاث القطن ثم النهارده، واضح جدا ان حمدي فتحي نفس الشيء، واضح انه مش من اللعيبه اللي بتاثر في كميات الجري ولا الاحتكاكات، بس تحس انه تعبان تعبان، هو تعبان. فدي عمليه مشتركه نتمنى ان الناس تتخلص منها، والنادي الاهلي قادر ان يكسب القطن في القطن، بس هي الظروف مش في ايدك يعني، بس هي بقى لا يعني، المهم انت تعمل عليك الاول وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، خصوصا ان الماتش سان داونز بعد مباراه الاهلي والقطن بيوم. بص يا كابتن، نقفل على كل الموضوع ده، خليك اشتغل على انت بتلعب باسم النادي الاهلي، يجب انك تكسب الماتش الجاي وتكسب الماتش اللي بعده. سيب النتيجه بقى، وصولك من عدم وصولك دي مش بتاعتك، بس لازم تكسب المباراتين الجايين عشان شكلك كنادي اهلي لازم الصوره تتغير تماما. يعني ما تخرجش بالشكل ده. صحيح. اخر حاجه بس وبسرعه كده عايز اقولها لك، انه الكلمه اللي بيقولها الكابتن اسامه ماتش المقاولين ده بيجهدك وجهه او عمل لك اجهاد. انا معاه تماما، بس في نقطه عايز اقولها، انت لعيبتك قريبه من بعض في تمنهم، بمعنى انت عندك لعيبه كتير. يعني انا فرقه المقاولين او اي فرقه في مصر، اي لاعب من المجموعه اللي موجوده جوه الفرقه احسن من اي لاعب بره، فكان يجب انك انت كنت تريح اللاعبين وكل حاجه، ولكن في الاخر انت عندك برضو عدم ثقه فنيه في الحته في حته ال 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 التغييرات والحاجات دي. لازم مستر كولر ياخد باله شويه ان احنا مش اوروبيين، اللعيبه دي مش يعني اللعيبه دي لازم محمد اشرف مثلا لو مثلا في ماتش زي المقاولين يلعب مكان علي معلول ويريحه مثلا لا واحد زي ايمن اشرف انا بقول لك ايمن اشرف يعني واحد زي ايمن اشرف انا بقول لك بقى ما انا مش اوروبا مش في اي وقت انا مش اوروبا مش في اي وقت ان انا اخد لما اخد قرار يبقى اوكي 100% لا
يعني احنا برضو في اللاعب العربي غير اللاعب الاوروبي. دي بس الرساله اللي عايزين نقولها له. مفيش اي مكسب هيجي لك حتى لو في الماتش اللي جاي ده الا بالتعب والعرق ان شاء الله باذن الله. مش احنا رايحين كاميرا ولازم الصوره تتغير. احنا هنكسب لازم بالتعب والعرق وتخلص الجيم يعني. ولازم الصوره تتغير وان شاء الله باذن الله تتغير الصوره المباراه القادمه. وبنسيب كل حاجه على ربنا. هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن حالات تحكيميه لمباراه اليوم. انتظروا.